انا اعرفكم بنفسي واعرفكم بفاليو واعرفكم عن الديب ليرنينج وليه هو مفيد للروبوتكس وليه ممكن يكون مفيد جدا عندكم في الهاكاثون. وبعديها هنمسك كده ابلكيشن معين وهو الايمج كلاسيفيكيشن والاوبجكت ديتكشن، وهنتعلم ازاي ممكن نعمله يوزنج ذيس تكنولوجي. يعني ده سيمبل اللي احنا هنعمله النهارده، بس في انتظار ناخد كونفرميشن ان احنا المفروض نبتدي، ونبتدي على طول ان شاء الله. اتمنى ان ده ما ياخدش بقى من الساعتين بتوعنا عشان هم ساعتين بالعافيه اصلا. واتمنى برضو ان لو الاورجنايزرز يكونوا بيريكوردوا يعني الورك شوب ديت، بحيث لو في حد ما قدرش يجوين بسبب اي سبب بيبقى يشوفها تاني يعني على السوشيال ميديا او على اليوتيوب او اي حاجه يعني، او على الويب سايت بتاع الروبوتكس تيم بتاع الاي او سي. احنا بدأنا الريكوردنج دلوقتي حالا، وكده ممكن نبدأ الورشوب على طول ان شاء الله. اي حد تاني جاي هيدخل الميتنج على طول باذن الله. اوكي يا ساره، معلش يا ساره ما سمعتكيش في الاول، بتقولي المفروض ايه نبتدي؟ انا سامح. نبدأ دلوقتي ان شاء الله، اوكي. والسيشن has already started recording، ف we can يمكن start على طول. اوكي سامح، شكرا. طيب شكرا جزيلا يا سامح، شكرا جزيلا تاني للاي يو سي روبوتكس تيم على اورجنايزنج ذيس يعني هاكاثون اللي هو فريد من نوعه، اول مره يتعمل على السكيل دوت في مينا ريجون في التوبيك دوت. انا سعيد جدا ان اكون معاكم النهارده. انا شايف الناس عماله بتجوين والعدد كويس جدا، دلوقتي حوالي 75 واحد، which is حاجه كويسه جدا. again 75 واحد من خيره شباب مصر. اتمنى لكم ان شاء الله يكون الهاكاثون مفيد وتستفيدوا منه وتطلعوا باكسبيرينس ممتازه تضيف ليكم وتضيف للسي فيز بتاعتكم ان شاء الله يعني. طيب انا اي اوريدي شيرد السكرين معاكم، بس خليني كده ايه ماكسمايز بقى البرزنتيشن واعرفكم بنفسي الاول. انا سينيور اكسبرت اوف اي اي اند شيف اي اي ساينتست في فاليو، وأجانكت فاكولتي في الكمبيوتر ساينس اند انجينيرينج اند ميكانيكال انجينيرينج ديبارتمنتس في الامريكان يونيفرسيتي كايرو. فيري كويكلي اي هاف بين وركينج في الاريا بتاعه الاوتوموتيف. انا حاول اكون يعني بتكلم عربي النهارده، بس يعني في نص كده ممكن نطعم الكلام ببعض المصطلحات الانجليش يعني، فعشان يعني معظم الحضور بيبقى الكونتنت مناسب ليهم ان شاء الله. انا كنت شغال في الاوتوموتيف اندستري او صناعه السيارات او السوفت وير اللي في صناعه السيارات فور اكتر من 10 سنين دلوقتي. وان بارل كنت شغال في الجامعه بعمل ريسيرش فروم داي 1 بعد ما اتخرجت مباشره. وخلال ال 10 سنين ديت كنت سعيد الحظ ان خبرتي بتجمع ما بين commercial products النهارده نازله في العربيات وبنشوفها، besides doing pure academic research في الجامعه. كل البابليكيشنز بتاعتي، كل براءات الاختراع الدوليه المسجله، كل المؤلفات، فصول الكتب، بوك شابترز، كلها في الاريا بتاعت الاي اي والاوتوموتيف والديب ليرنينج من ساعه ما اتخرجت يعني. حتى الجرادويشن بروجكت بتاعي كان أربط، لو حد عارفه الروبوت اللي هو كان بيتكلمه بالعربي وبيسمع بتقول له ايه الكلام ده من 10 سنين، كان خيال علمي شويه. برضو كان في ماشين ليرنينج مشروع التخرج بتاعي يعني. التيم بتاعي في فاليو بنحاول اعرفكم طبعا ايه فاليو بالظبط، بس يعني بما اني بعرف نفسي اقول لكم التيم بتاعي بيعمل ايه. التيم بتاعي بيحاول يعمل بروتوتايبس للفيوتشر بتاع الاوتوموتيف ماركت، حاجات كلها فيها انتليجنس. بعض الحاجات ابلكيشنز بتحصل بره العربيه في الطريق يعني، زي العربيه تمشي لوحدها والحاجات دي، وبعض الابلكيشنز بتحصل جوه العربيه زي العربيه تفهم ايه اللي بيحصل جواها يعني. فالتيم بتاعي بيحاول ينشيت بروتوتايبس، وبعدين يحول البروتوتايبس دي لبرودكتس ونقنع الكاستمرز ان هم يشتروها يعني. فزي ما قلت لكم بقى يا شباب، ده بالنسبه لنفسي. النهارده بقى التوك نفسها او الورك شوب عن ايه علاقه الديب ليرنينج بالروبوتكس. الديب ليرنينج هو توبيك حديث ومفيد جدا في الروبوتكس، لدرجه ان معظم الروبوتكس كونفرنسز دلوقتي بقت لو حد سمعني صوت ممكن يموت بس المايك بتاعه بليز. فاللي هو توبيك جديد الديب ليرنينج. الروبوتكس طبعا توبيك تراديشنال جدا،
ريسنتلي هتلاقوا ان التوب كونفرنسز في الاريا بتاعت الروبوتكس زي مثلا اكرا معظم البيبرز بيبقى بتكلم عن الديب ليرنينج من غير ما يعني يحصل ترتيب مسبق ما بين الناس اللي بتشترك في الكونفرنسز ديت. يعني فده يقول قد ايه التكنولوجي ديت بتأفكت الاريا بتاعت الروبوتكس وقد ايه بتنيبل فيري جود فيري جود فيتشرز في الاريا بتاعت الروبوتكس يعني. والروبوتكس هو دايما جرت العاده ان هو بيعمل كده, هو بيستفيد من شكرا, هو بيستفيد من الادفانس اللي بتحصل في كل الدومينز. مش عارف شكرا سوري يا شباب. فالروبوتكس بيستفيد من كل الادفانس اللي بتحصل في العلوم, وبالتالي طبيعي ان هو يستفيد من الديب ليرنينج تكنولوجي عشان ينيبل او يحل مشاكل تقريبا في كل الروبوتكس دومينز يعني. من ضمنها المشاكل اللي لها علاقه بان احنا نفهم الصوره اللي جايه عن طريق الكاميرا ديت, السين دوت عباره عن ايه, which is the problem of image classification, احنا نفهم السين عباره عن ايه, وان احنا نديتكت الاوبجكتس اللي موجوده في الصوره اللي جايه من كاميرا يعني. وهو ده التوبيك بتاع الورك شوب النهارده, how to use التكنولوجي ديت اللي هي الديب ليرنينج عشان نعمل كلاسيفيكيشن او نفهم السين اللي كابتشرد باي كاميرا عباره عن ايه, وكمان ديتكت الاوبجكتس اللي فيه. طبعا هو في ساعتين صعب ان احنا نكفر كل ده انتو ديتيل, فعشان كده في حاجات هندسكسها ان هاي ليفل. و انا حضرت لكم برضو معظم الكود اللي احنا هنستعمله, هتلاقوا ان انتوا مهمتكم معايا مش محتاجه فهم عميق بالبايثون والكلام دوت. بس هي في الاخر ادز اندز دي هي وركشوب, هي تو واي ديسكشن, هيبقى فيه شويه كويستشنز, هيبقى فيه شويه كود بنكتبه مع بعض يعني. فده بالنسبه للوركشوب النهارده. في البدايه كده خليني برضو اعرفكم ايه اكتر عن فاليو, عرفتكم عن نفسي يعني, اعرفكم شويه عن فاليو. هي شركه شغاله في الاوتوموتيف اندستري, وزي ما انتم عارفين يا شباب الاوتوموتيف اندستري هو حاجه يعني اندستري تراديشنال قوي يعني, صعب قوي دخل هي من زمان قوي, وصعب قوي دخل عليها حاجه جديده. في ال 30 سنه اللي فاتت السوفت وير اصلا كان فكره جديده على الاوتوموتيف يعني, فكره ان انت يبقى عندك امبيدد سيستمز وبروجرام الامبيدد سيستمز ديت يوزنج سوفت وير كانت حاجه جديده على تراديشنال اندستري زي الاوتوموتيف. مور ريسنتلي بقى الديب ليرنينج والاي اي حاجه بقى جديده اكتر بتدخل على الاوتوموتيف اندستري. فاليو هي شركه بتندرج تحت الاوتوموتيف سبلايرز او شركات او الشركات اللي بتزود مصنعي السيارات بالمنتجات التكنولوجيه يعني. يعني مثلا مصنعي السيارات هم مين, عندك مرسيدس, اودي, رينو, كل دول مصنعين سيارات, دول بيعملوا العربيات, مش بيعملوا كل حاجه في العربيه اكشن, هو بيعملوا الديزاين, بيعملوا شويه حاجات مهمه في العربيه, بس كل معظم الحاجات اللي هي تكنولوجي زي التكييف مثلا, زي اللايتنج سيستم, زي الوايبر سيستمز, زي الداشبورد, كل الحاجات دي بيشتروها من شركات تانية. الشركات التانية دول اسمهم اوتوموتيف سبلاير, فاليو واحده منهم. في شركات تانية كتير شغاله في الموضوع السيكتور بتاع الاوتوموتيف سبلاير زي بوش, كونتيننتال, ماجنيتي, ماريلي, فهو قطاع عريض جدا. بس هتلاقوا اسامي الشركات دي ممكن لو في حد من خارج المجال الهندسي ممكن ما يبقاش عارف فاليو, ممكن ما يبقاش عارف الشركات دي, وده مش بسبب ان الشركات دي صغيره, لا بسبب ان الكاستمر اللي بيشتري المنتجات بتاعت الشركات ديت هو مش احنا. فبالتالي الاوتوموتيف سبلايرز دول ما يهمهمش يعملوا لينا دعايه في التلفزيون او في الميديا, لان الكاستمر بتاعهم هو الكار ميكر نفسه. عشان كده مش هتلاقي الشركات ديت معروفه قوي, على الرغم من ان فاليو شركه كبيره جدا. خلينا اديكم مثلا فكره يعني, مبيعات فاليو بس خلال سنويا بتبقى حوالي 20 بليون يورو, ده رقم ضخم جدا يعني. انذر انديكيشن برضو, مثلا هل تعرفوا ان اكتر شركه فرنسيه سجلت براءات اختراع السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها 3 سنين على التوالي هي فاليو. وهنا مش بتكلم على الاوتوموتيف دومين, الشركات اللي في الاوتوموتيف, لا انا بتكلم في الشركات في المطلق يعني, الفارماسيوتيكال اندستري, الادويه والبترول, كل الشركات اللي في فرنسا اكتر شركه سجلت براءات اختراع الثلاث سنين اللي فاتوا هي فاليو. بس هي الاسامي ممكن ما تكونش معروفه بسبب ان احنا مش الكاستمرز اللي بنشتري منها. فاليو بتتعامل مع كل الاو اي امز او كل الكار ميكرز اللي ممكن تتخيلوهم, وبتعمل كل حاجه في العربيه. ليها سايتس كتير على مستوى العالم, وكل يعني ادز اند اوف ذا دي يعني فاليو يا شباب هي مصنع يعني, بتعمل الحاجه دي فيها ثلاثه elements, فيها سوفت وير
بيبروجرام الهاردوير صح، وفيها ميكانيكال، فيها مواتير وفيها بوتنشيومترز بتلف وفيها سوست وبلاستيك. فدول الثري اليمنتس بتوع المصنع دول. فاليو مصر شغاله بس في السوفت وير، مش في الالكترونكس ولا في الايه ولا في الميكانيكس، شغاله بس في السوفت وير. ففاليو مصر هو اكبر ار ان دي سايت لفاليو وورلد وايد. وكمان بما ان هو مصنع، فاليو هي مصنع، فبالتالي المصنع ده مكون من برودكت لاينز او خطوط انتاج، خط انتاج للانتليجنس بتاع العربيه ازاي تمشي لوحدها، خط انتاج للسيستمز اللي فيها انتليجنس جوه العربيه ازاي نفهم اللي بيحصل جوه العربيه، خط انتاج للكلايمت كنترول سيستمز اجهزه التكييف، الوايبرز المساحات، الاكستيريور لايتنج، الانتيريور لايتنج، كل حاجه، المرايات نفسها، في خط انتاج لكل حاجه. السايت الوحيد لفالي وورلد وايد اللي بيجمع كل خطوط الانتاج ديت في سايت واحد هو فاليو مصر. ده السايت الوحيد اللي انت تقدر تتحرك كده ما بين الادوار المختلفه، تعدي على كل البرودكت لاينز. كل سايت في العالم هتلاقيه مركز بس على برودكت لاينز بعينها. فعشان كده احنا اكبر ار ان دي سايت لفاليو وورلد وايد يعني. فده كده يديكم فكره عن فاليو. وزي ما قلت لكم الديب ليرنينج هو حاجه جديده داخله على الاوتوموتيف اندستري، وبالتالي لو شفتوا الترندز بتاعت الديب ليرنينج جوبز في ال ان جنرال، حتى مش الاوتوموتيف يعني، على على لينكد ان ولا حاجه، هتلاقي ان هي ريسنتلي ابتدت تظهر الايه الجوبز ديت يعني. طب ايه هو الديب ليرنينج ببساطه؟ هو اريا من الاي اي. الاي اي هي اي الجوريزمات بتحاول تقلد الانتليجنس اللي عندنا في في العقل البشري يعني، او عقل كائنات الحياه ان جنرال يعني. ف في الجوريزمات كتير موجوده بتعمل ده، زي السيرش الجوريزمز اللي مثلا غلبت بطل العالم في الشطرنج من زمان وكان انجاز كبير جدا، ده كان سيرش الجوريزم، ده كان تايب اوف الجوريزمز بيزد على الاي اي. معظم الاي اي الجوريزمز الموجوده زي مثلا حاجه اسمها الفيرست اوردر لوجيك، كلها معتمده ان انت تبقى تحاول تحط رولز بتحكم الانتليجنس اللي انت عايز تعملها. يعني لو عايز تديتكت الصوره دي فيها بني ادم ولا لا، حاول تحط رولز يعني، حاول تديتكت مثلا في دايره، فالدايره دي غالبا وش الوش وفيها دايرتين جواها دول العينين، لو ده حصل يبقى ده وش، لو ده ما حصلش غالبا ده ما يبقاش وش. حاول تحط رولز يعني. في بعض في كثير من الاحيان احنا ما بنبقاش عارفين الرولز. فلو حطينا رولز، احنا الرولز دي مش جنرال خالص، احنا فعلا لحد النهارده في ظواهر كتير في كيفيه يعني عمل المخ البشري احنا لحد النهارده مش قادرين نفسرها. في ظاهره ظريفه اسمها التشينج بلايندنس او العمى عن رؤيه التغيير، بيتعمل فيها ابحاث كتير جدا وبتصرف فيها يعني فلوس كتير قوي عشان تتفسر التشينج بلايندنس دي. هو في حاجه ممكن تكون بتتغير قدامنا وما ناخدش بالنا هي بتتغير ولا لا. على الرغم من الفلوس اللي بتصرف دي كلها لحد النهارده ما فيش تفسير قاطعي ليه الموضوع ده بيحصل. فده دليل ان احنا مش فاهمين الانتليجنس اللي في الفيجن سيستم بتاع البني ادمين شغال ازاي، مش عارفين الرولز. عشان نحط رولز لبرنامج اي اي ويشتغل احنا مش عارفين الرولز اصلا. عشان كده ظهرت الماشين ليرنينج الجوريزمز. الماشين ليرنينج الجوريزمز انت ما بتحطش رولز خالص، انت بيبقى عندك الجوريزم بتدي له الداتا، الداتا ديت ليبلد، انت قايل له الصوره ديت صوره بني ادم، الصوره دي لا مش بني ادم، الصوره دي بني ادم اند سو اون. الداتا حاطط ليبل، حاطط معرفتك البشريه مع في الداتا ديت، وبتديها للماشين ليرنينج الجوريزم هو يطلع الرولز لوحده من الداتا. ليه؟ لان احنا مش عارفين الداتا دي اخبارها ايه. ففي عمليه التريننج وعمليه التستنج. عمليه التريننج هي انه دخل الداتا ليبلد، وبعد كده يبقى عندك الليرند موديل ده بعد ما اتعلم ياخد داتا جديده بقى يعمل عليها ايه، يعمل عليها بريدكشن زي ما انت علمته ديورنج التريننج تايم. طيب الماشين ليرنينج موديل ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بارامترز يعني، هو ممكن تبص له على اساس ان هو ايه، كانه بوكس كده مقفول، بوكس ده فيه شويه ارقام وانت بتدي له تريننج داتا، فبيقعد يختار الارقام ديت بحيث يحقق العلاقه ما بين الاوتبوت والانبوت، العلاقة ما بين الصورة اللي داخلة والاوتبوت اللي هو يقول هي وش بني ادم ولا مش وش بني ادم، او حسب البروبلم اللي عندك، ملف الصوت اللي داخل وايه اللي بيتقال فيه، اي حاجة كان بي ريبريزنتد ان داتا يعني. فعدد البارامترز اللي جوه الموديل ده لو قليلة قوي بيبقى شالو موديل، ما يقدرش يعمل يموديل علاقة معقدة ما بين الانبوت والاوتبوت. بس عدد البارامترز ده لو زاد قوي بيبتدي نسميه كومبلكس موديل، ولو زاد عن حد معين لو ابتدينا نتكلم عن مئات الالاف من البارامترز الموديل ده بيبقى اسمه ديب ليرنينج موديل. الكومبلكسيتي لما بتزيد قوي كده دونت اكسبكت ان انت البرفورمانس بتاعك هيبقى كونسيستنت،
لان الموديل بتاعك كومبلكس جدا، وبالتالي يقدر يميمورايز التريننج داتا باي هارت، يعني لدرجه ان هو يبتدي يخسر جنراليزيشن، يعني يحفظ قوي التريننج داتا صم، ما يفهمهاش يحفظها صم. فعشان كده وانت بتعمل تريننج لازم تاخد بالك، لو انت عندك كومبلكس موديل او عندك ديب ليرنينج موديل تاخد بالك وتستعمل شويه تريكس تافويد الاوفر فيتنج، بحيث ما تحفظش التريننج داتا، لا تفهم العلاقات التريننج داتا يعني. فيوجوالي لو انت عندك شالو موديل، هتلاقي البرفورمانس وحش. لو انت مثلا احنا عندنا شالو موديل وكل واحد فينا جرب الشالو موديل ضربه على هيز اون داتا، والداتا دي كانت اوف ذا سيم كواليتي، يعني كل واحد فينا جمع تريننج داتا كلنا جمعنا داتا بنفس الجوده وضربنا عليها نفس الشالو موديل، فهتلاقينا كلنا بنجيب برفورمانس مش حلو قوي، برفورمانس وحش شويه بس كونسيستنت، كلنا تقريبا بنجيب نفس البرفورمانس. انما لو كنا جربنا نفس الاكسبيرمنت دي بس على كومبلكس ديب ليرنينج مودلز، كنت هتلاقي ان احنا بنجيب في المتوسط بنجيب ريزلتس احسن، لان الموديل بتاعنا قادر يفهم العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت اكتر، لان هو كومبلكس موديل. بس بما ان هو كومبلكس موديل فبقى مور برون للنويز اللي في التريننج داتا اللي بتختلف من واحد للتاني فينا، وبالتالي هتلاقي ان البرفورمانس مش كونسيستنت. بس اون ذا افريج بنادي احسن. يعني ده يخلينا نروح لسؤال، هو احنا محتاجين الكونسيستنسي فنستعمل شالو مودلز اكتر او هاي بايس موديل بيسموها هاي بايس موديل، او محتاجين البرفورمانس فمش مشكله كونسيستنسي فنستعمل مور يعني ايه لو بايس او هاي فاريانس او ديب اور كومبلكس مودلز. فده يعني ايه، بما اننا بقى دلوقتي عندنا الكومبلكس موديل سهل قوي يحفظ التريننج داتا باي هارت، فانت لو مش عايزه يحفظ عايزه يفهم التريننج داتا مش عايزه يحفظ اديله داتا كتير قوي. يعني لو انت عندك n number of parameters as a rule of sum بكده اديله n squared number of training data. تمام؟ طيب لو انت عندك بقى مئات الالاف من البارامترز وعايزه ما يعملش overfitting، عايزه ما يحفظش training data by heart، عايزه يفهم ما يحفظش، فانت عايز n square مئات الالاف square، فعايز داتا كتير قوي. الداتا دي لازم تبقى annotated، يعني كل ملف صوت في بني ادم قعد وكتب ايه المكتوب بيتقال في ملف الصوت ده، او لو كل صوره في واحد قلب حط الليبل او حط الجراوند تروث بتاعها، دي العمليه اللي بنسميها الانوتيشن. فالموضوع ما كانش موجود زمان، دلوقتي بقى في بيج داتا موجوده. لو دلوقتي لو شفت الداتا ان زيتا بايتس ازاي بتزيد على الانترنت، دلوقتي عندنا البيج داتا اللي تسمح لنا ان احنا ندرب الديب ليرنينج مودلز اللي ما كناش قادرين ندربها زمان. برضو الديب مودلز دي زي ما هنعرف كمان شويه بتتدرب في ايتريشنز، يعني اول ايتريشن بتسميها ايبوك، دي بتشوف كل تريننج داتا فالموديل يتحسن يتعلم شويه، هتاخده تاني نفس الموديل تدربه تاني على كل تريننج داتا فيتحسن اكتر، وبعدين ايتريشن ثالثه بتحسن اكتر واكتر، فالعمليه بتطول قوي. والماشين ليرنينج الجوريزمز يا شباب هي من ابسط الالجوريزمات اللي في مجال الكمبيوتر ساينس، من ناحيه الارثماتيك اوبريشنز، اوبريشنز بسيطه قوي بس كتير جدا، وبالتالي يحبذ لو انت ترن الكلام دوت على جي بي يو مش سي بي يو، لان الجي بي يو بتلاقي فيه عدد كورز كتير قوي والكورز ضعيفه، يعني الانستراكشنز اللي بتعملها ضعيفه، وده حلو في الديب ليرنينج، يعني انت ما عندكش انستراكشنز يعني كومبلكس بس عايز عندك مليونز اوف انستراكشنز، والعمليه هايلي بارالايزابل يعني ممكن تعملها كلها ان بارال يعني. فالجي بي يوز اللي ما كانش معموله زمان خالص عشان الديب ليرنينج بقت بتستعمل دلوقتي في الديب ليرنينج، بلس ان كان في شويه تحديات في الليرنينج الجوريزمز ازاي تتعلم الداتا اتحلت. فكل الحاجات دي حصلت ريسنتلي اكشوالي، يعني فكره ان انت يبقى عندك بيج داتا كومبيتيشنال ريسورسز بالحجم دوت، عشان كده انفيديا دخلت الفيلد بتاع الاي اي والديب ليرنينج، رغم ان هي زمان كانت جيمنج كومباني، لا كانت روبوتكس كومباني ولا كانت اي اي ولا ماشين ليرنينج كومباني، دلوقتي هي ليدر يعني في الاريا ديت. والالجوريزميك بروجريس، الثلاث اسباب دول خلوا الديب ليرنينج يبقى كان بي ابلايد النهارده عشان يحل مشاكل ما كناش قادرين نحلها زمان. وعشان كده هتلاقي الجوبس بتاعت الديب ليرنينج ابتدت تظهر ريسنتلي، لان حلول المشاكل دي ابتدت بس تظهر ايه ريسنتلي يعني. فاحنا بقى بنستعمل التكنولوجيا ديت في الاوتوموتيف ازاي؟ احنا بقى عندنا سنسورز كتير قوي زي الرادار زي الليزر سكانر زي الكاميرا وجوه العربيه وبره العربيه، كميه سنسورز كتير قوي. السنسورز دي بتجمع داتا واحنا عندنا تاسك، فبناخد الداتا دي وندرب ديب ليرنينج مودلز ان هي تحقق التاسك اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها. والديب ليرنينج مودلز انواع كتير جدا. في مودلز النهارده بنستعملها عشان نعمل سين اندرستاندينج، فاللي في النص ده كده المودل، ودي الانبوت ايمج، والاوتبوت ده اللي بيطلع من المودل بيقول لك كل بيكسل في الصوره او كل بوينت في 3 دي سبيس عباره عن
ايه بالظبط، درود ولا عربيه ولا بني ادم بيعدي الطريق ولا ايه. طبعا حاجه زي السين اندرستاندنج دي مهمه جدا لو انت هتعمل ايه اوتونوماس كار، او لو هتعمل اكتيف سيفتي فيتشر يعني مش لازم تبقى اوتونوماس كار، تبقى حاجه بسيطه يعني تعمل لين كيبنج اسيست، عربيه تحافظ على اللين، تعمل حاجه شبه كده يعني. تعمل اوبجكت ديتكشن اللي على اللي انتوا شايفينه ده، لو شايفين الماوس بتاعي دي كده داتا جايه من ليزر سكانر، بوينتس دي كلها جايه من ليزر بيمز خبطت في انفايرمنت ورجعت تدينا شكل انفايرمنت عامل ازاي. ممكن تعمل اوبجكت ديتكشن بقى على كلاود ديت، ديتكت الاوبجكتس فين، العربيات فين، بحيث ما تخبطش فيها. طب لو في بني ادم بيعدي ديتكتو، طب لو في ارض ماشي فهي تسيف ان انا امشي، لا في رصيف لا اهبط. فممكن تعمل اوبجكت ديتكشن، النهارده هنتكلم على اوبجكت ديتكشن ازاي بقى ممكن نعمله ان شاء الله. ممكن تعمل مثلا مانوفر بريدكشن، يعني انت قبل ما الراجل يبتدي ياخد اكشن انت ممكن تعرف الاكشن اللي هو يعمله قد ايه عامل ازاي. يعني احنا هنا في الروبوتك اندستري بنقدر نعرف قبل ما انت تخرج من الحاره بخمس ثواني، بنقدر نعرف انت هتخرج من الحاره عن طريق انت بتقعد تبص حواليك وتعمل شويه حاجات كده مش اكستريملي كده يعني، بس بتعمل شويه انديكيشنز كده بتبين ان انت هتخرج من الحاره. بنقدر نجنريت داتا، الصور اللي انت شايفينها ديت الوشوش ديت دول مش بني ادمين عايشين، دول بني ادمين جنريتد باي ديب ليرنينج، دول مش بني ادمين حقيقيين. في ويب سايت ظريف اسمه thisface.com، كل ما ترفرش هيطلع لك صوره بني ادم جديد جنريتد باي ديب ليرنينج معاش قبل كده. فالمودلز متنوعه والابلكيشنز كمان بتاعت الديب ليرنينج متنوعه، وزي ما اتفقنا في ابلكيشنز جوه العربيه وفي ابلكيشنز بره العربيه. في ماشين ليرنينج الجوريزمز كتير يا شباب ممكن تستعمل او ممكن تبقى ديب، بس التحديات اللي بتبقى موجوده ما تحللش غير في حاله النيورال نتورك الجوريزم. فالنيورال نتورك الجوريزم هو ماشين ليرنينج الجوريزم، التحديات بتاعه ان احنا نخليه ديب من حيث بقى ان هو الداتا اللي محتاجها، من حيث ان هو ما يعملش اوفر فيتنج، من حيث ان يترين في كونفينينت تايم، التحديات دي اتحلت في النيورال نتورك. عشان كده يعني كل الناس اللي بتتكلم على الديب ليرنينج قصدهم ديب نيورال نتورك او ديب ماشين ليرنينج الالجوريزم ده بتاع ديب نيورال نتورك. طب ايه بقى النيورال نتورك ديت؟ هي نتورك زي ما انتم شايفين من النيورونز بالمنظر ده، وهدفها ان هي تقلد الفهمانه الضئيل عن كيفيه عمل العقل البشري. في مجموعه من النيورونز والنيورونز دي كونكتد ببعض بويت، والمعرفه البشريه بتخزن في الكونكشنز دي. فخلاص احنا هنعمل نيورونز ونكونكتهم كده مع بعض، وكل كونكشن هيبقى عليها رقم، الرقم ده هنسميه ويت. ومش احنا اتفقنا بقى ان الماشين ليرنينج الجوريزم او الديب ليرنينج الجوريزم عباره عن بلاك بوكس جواه شويه ارقام. في البدايه الارقام ديت راندوم بايظه خالص، بس بعد ما بيشوف التريننج داتا الارقام دي بتتظبط، بحيث لما الانبوت يدخل يتضرب في الارقام دي يطلع اوتبوت كويس. تمام؟ فالارقام ديت عباره عن ايه في حاله الديب نيورال نتورك او في حاله الديب ليرنينج؟ عباره عن الويتس او ويتس او ارقام على الكونكشنز اللي بتربط النيورونز ديت ببعضها. طب ايه النيورون بقى؟ ده كده وان نيورون. ايه النيورون يا شباب؟ النيورون عباره عن ان هو بيجيب هو كونكتد طبعا بالنيورونز قبليه او بالانبوت لو هو في الانبوت لاير، والارقام اللي جايه له في الانبوت بتتضرب في الكونكشنز، في الارقام اللي على الكونكشنز انا مسميها بقى الويتس بقى ده من هنا ورايح، تتضرب في الويتس وبتتجمع. الجمع ده اسمه ايه؟ اسمه النت. وبعد ما يحسب النت ده بيشوف والله لو النت ده اكبر من زيرو فالنيورون ده بيطلع 1، لو النت ده اقل من زيرو فالنيورون ده بيطلع 0. وده برضه عشان نقلد اللي بيحصل في البرين، يا اما النيورون بيطلع سيجنال احنا مش فاهمينها او ما بيطلعش، فتعالوا نقلد دوت. باي ذا واي يعني احنا فهمنا ضئيل جدا يعني عن كيفيه عمل العقل البشري يعني، بس تعالوا نحاول نقلد الفهم الضئيل ده، وده كان ناجح جدا يعني زي ما هنشوف في الايه في الاوتكم اللي احنا بنحققه من الورك شوب بتاعتنا يعني. برضه في كده تعالوا نريفيزيت كونسبت ثاني في الماشين ليرنينج، هو كلاسيفيكيشن وريجريشن. الكلاسيفيكيشن يا شباب ان انا زي مثال كنت بقول لكم انت عندك تو كلاسز، وهدفك ان الماشين ليرنينج الجوريزم يتعلم يفصل ما بين التو كلاسز دول، لان هو ديورنج تيستينج تايم بعد ما يتدرب هياخد سامبل جديده ومطلوب منه يقول لك هي كلاس 1 ولا كلاس 2. دي كده كلاسيفيكيشن بروبلم. في نوع ثاني من البروبلمز اسمه ريجريشن. يعني ايه ريجريشن؟ انت مش الهدف ان انت تطلع كلاس 1 ولا كلاس 2، لا انت الهدف ان انت تطلع كونتينوس نمبر. ممكن مثلا انت بتاخد صوره البيت ده الانبوت او فيديو جاي من صور لشقه، والهدف ان انت تطلع سعر البيت ده او تبريدكت سعر البيت ده، وبالتالي الاوتبوت هو كونتينوس نمبر. دي بروبلم ثانيه، وتو بروبلمز ممكن تحلهم عن طريق الديب نيورال نتورك عادي مش مشكله. طيب هو النيورون دوت لما بنقول ان هو بيدخل له لو النت اكبر من زيرو بيطلع 1، لو اقل من زيرو بيطلع 0، هو ايه الفانكشن اللي بتعمل كده؟ الفانكشن دي اسمها الاكتيفيشن فانكشن. ففي انواع مختلفه من الاكتيفيشن فانكشنز يعني. طبعا اسهل حاجه الستيب اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، ان هي عند زيرو كده بتطلع ب1، في الرينج ده بيطلع 1 وفي الرينج ده بيطلع 0، ستيب اكتيفيشن فانكشن.
بس مشكلتها ان هي مش ديفرنشبل، والديفرنشيشن زي ما نعرف كمان شويه مهم جدا عشان نعلم النيورال نتورك بتاعتها. ففي السيجمويد اكتيفيشن فانكشن زي ما انتم شايفين كده، ميزتها ان هي طبعا ديفرنشبل، وفي التانش كمان شبه السيجمويد، وفي حاجه كمان مستعمله في الديب ليرنينج اكتر وهدي اللي هنستعملها النهارده اسمها الريليو. الريليو دي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده يا شباب. ميزه الريليو ان عكس السيجمويد وعكس الستاب والحاجات دي، ان لما الانبوت او النت الاكس اكسس ده اللي هو النت، لما النت بيتغير الاوتبوت مش بيساتيوريت، الاوتبوت دايما بيتغير. انلايك ان في السيجمويد لو انت بتتكلم في المرحله اللي فيها نت فاليو كبيره هتلاقي ان النت عمال يتغير، الانبوت بتاع النيورون عمال يتغير، بينما ده مش ريفلكتد على الاوتبوت. فعشان كده الريليو مفضله اكتر في الديب ليرنينج. وعشان نزود الكابابيلتي بتاعت الموديل ان هو يموديل علاقات غير خطيه نون لينير ما بين الانبوت والاوتبوت، فخلاص يعني بدل ما احنا عندنا زيرو هنا كده هنخليه ايه؟ هنخليه عباره عن اسلوب مختلف عن الاسلوب اللي هو في الفايرنج او البوزيتيف ريجون يعني. تمام؟ في ناس ثانيه بتعملها لينير ايكويشن، يعني الاوتبوت هو النت، الاكتيفيشن فانكشن لينير يعني، بس طبعا بيقلل قدره الموديل ان هو يعمل كومبلكس، يموديل كومبلكس ريليشن ما بين الانبوت والاوتبوت. طيب احنا في الاوتبوت بقى لاير، في الاوتبوت لاير احنا ما ينفعش نستعمل الاكتيفيشن فانكشنز دي كلها، لان احنا في الاوتبوت لاير بنستعمل حاجه مختلفه، بنستعمل سوفت ماكس. ليه طيب؟ لان احنا عندنا مثلا تو كلاسز، يعني يدخل صوره والصوره ديت هي فيس ولا نون فيس، ده الاوتبوت. عندي تو كلاسز، فهتلاقي ان انت في اخر النتورك خالص بتحط كده انبوت لاير وهيدر لايرز في النص كتير مليانين نيورونز، بس اخر لاير هتلاقي ان انت عندك تو نيورونز، نيورون فور فيس كلاس ونيورون فور نون فيس كلاس. طيب ما هو لو انا حاطط سيجمويد او اي حاطط اي حاجه من الاكتيفيشن فانكشنز ديت، ممكن الانبوت لما يدخل لي الاوتبوت يطلع مثلا واحد واحد، واعرف منين يعني ان فيس ولا نون فيس؟ انا نفسي ان الاوتبوت اللي طالع ده يبقى بروبابيلتي دينستي فانكشن، يعني يبقى استميشن على الطالع بواحد. يعني مثلا تقول لي ايه؟ تقول لي الاوتبوت الاولاني ب 0.9 والاوتبوت الثاني ب 0.1 مجموعهم واحد، فانا اعرف كده ان هي فيس بنسبه 90%. لو كنت قلت لي مثلا الاوتبوت الاولاني ب 0.2 والاوتبوت الثاني 0.8، فانت كده كان النتورك بتقول لي هي نوت فيس او كلاس 2 بنسبه 80%. فاللي بيعمل دوت حاجه اسمها سوفت ماكس اكتيفيشن فانكشن. اوكي؟ فدي اللي بنستعملها في الاوتبوت لاير يعني. طيب ازاي طيب ندرب بقى النيورال نتورك دي؟ يعني الليرننج الجوريزم بيشتغل ازاي؟ انت بيبقى عندك اوبجيكتيف، الاوبجيكتيف ده بنسميه لوس. تمام؟ اللوس دوت عكس الاكيورسي، يعني كل ما يقل كل ما دليل السيستم ابتدى يتعلم احسن يعني. ففي كده لوس اسمه النيجاتيف لوج لايكلي هود. النيجاتيف لوج لايكلي هود ده هيبقى بصفر لو الاوتبوت بتاع النتورك هو بالظبط الليبل اللي البني ادم حاطه او جراوند تروث، وهيبقى بانفينيتي او رقم كبير قوي لو ضد تماما الاوتبوت اللي بايه اللي البني ادم حاطه. فالبني ادم حط ليبلز، حط جراوند تروث دي صح، الصوره ديت فيس، الصوره ديت نوت فيس، بني ادم حط المعلومه دي، وهنشوف الاوتبوت بتاع النتورك اخباره ايه. لو بيماتش الليبلز اللي البني ادم حطها فاللوس او الايرور ده هيطلع بزيرو، لو مش ماتش الايرور ده هيطلع بايه؟ بانفينيتي. طب ازاي بقى ندرب النيورال نتورك؟ ببساطه شديده يعني، ما تاخدوش كده من ايه من السلايد اللي هناخد اللوس اللي طالع ده اللي هو الايكويشن بتاعت اللوس ديت، وهندفرنشيتها ويز ريسبكت للويتس اللي موجوده في النتورك كلها. تمام؟ يعني هنمسك اللوس وندفرنشيته بالنسبه للويت الاولاني، دي تطلع ايكويشن. هنمسك اللوس وندفرنشيته بالنسبه للويت الثاني، الويت الثالث، كل دي ايكويشنز نسويها بالصفر ونحلهم مع بعض يطلع لنا الاوبتيمال ويتس اللي ايه اللي تحقق لنا العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت ديت. المشكله لو انت عملت كده هتلاقي ان السيت اوف ايكويشنز دول بيشكلوا لك اوفر سولفد بروبلم ليها انفينيت نمبر اوف سولوشنز، فعشان كده للاسف مش هنقدر نمشي في الدايركشن ده. بس الدريفيتيف اللي احنا حسبناه ده مهم جدا لينا. مهم في ايه بقى؟ احنا هنستعمل طريقه ثانيه اسمها جريديانت ديسنت. احنا عندنا الكوست او اللوس او الايرور فانكشن في ايه؟ فانكشن في الويتس، مش كده؟ واحنا عندنا العلاقه الرياضيه اللي بتربطهم ببعض دي، وكمان عندنا الدريفيتيف بتاعها، يعني انا بقدر احسب الدي ال ويز دي دبليو، اقدر احسبها. طب افرض ان احنا الويت فاليو دلوقتي هنا. فبالتالي العواطف في الايكويشن هتلاقي ان الكوست عباره عن الفاليو ديت. طب الدريفيتيف بتاع الكوست او الديفرنشيشن بتاع الكوست هيبقى بوزيتيف، لان هو ايه؟ في الاتجاه البوزيتيف سلوب دوت يعني. فالجريدينت سنت بقى بيقول لك ايه؟ خلاص ابديت الويتس، ابديت الويتس بتاعه النتورك في عكس اتجاه الجريدينت، يعني انت شوف الجريدينت بكام خلاص،
وال W الجديدة هي W القديمة ناقص الجريدينت. خلاص؟ طب ناقص كام في الجريدينت؟ يعني ممكن اضرب يعني اضرب الموضوع في سكيل، او ممكن تضرب الموضوع في سكيل. السكيل ده هنسميه الايه؟ الليرنينج ريت. خلاص؟ فالويت الجديد بيساوي الويت القديم ناقص الليرنينج ريت، خلاص، في الجريدينت او الدريفاتيف بتاع اللوس وذ ريسبكت للويت اللي انت بتغيره ده. يبقى الويت الجديد بيساوي الويت القديم ماينس الليرنينج ريت في الدلتا ال دي ال وذ ريسبكت ال دي دبليو الويت اللي انت عايز تغيره ده. طب هو ليه ناقص مش زائد؟ عشان عايزين نمشي في اتجاه عكس الجريدينت. طب هو ليه نمشي في اتجاه عكس الجريدينت؟ لان خلي بالك انت لو حسبت الويت هنا ومشيت في اتجاه عكس الجريدينت، فانت كده ال دبليو اللي كانت هنا دي هتقل، مش كده؟ طب لما تقل دي معناها ايه؟ معناها ان هي الكوست او اللوس هيقل، وبعد شويه هيقل تاني، تحسب الجريدينت هنا تلاقيه بوزيتيف، فتقل تاني فتقل تاني فتقل تاني. طب لو رحت هنا تحسب الجريدينت تلاقيه نيجاتيف، فتمشي عكسه تبقى بوزيتيف. فتلاقي ان الايكويشن الظريفه دي دايما هتخليك تروح للايه؟ لللوكال مينيما ديت، او للكوست اللي ايه؟ اللي بتقلل لك الايه؟ او للويتس اللي بتقلل لك الكوست اقل ما يكون، او للويتس اللي بتقلل لك اللوس اقل ما يكون. وهو ده الهدف، انا بدور على الويتس اللي تقلل لي اللوس او الايرور فانكشن، هو ده الهدف. فنستعمل الجريدينت سنت عشان نترين النيورال نتورك ايه النهارده يا شباب. فالباك بروبجيشن ليرنينج الجوريزم بقى بيكومباين الايكويشن بتاعه ده الليرنينج الجوريزم اللي بتستعمل في تريننج ديب نيورال نتوركس. هو بيكومباين الجريدينت سنت ايكويشن بالجريدينتس او الدريفاتيفز اللي انت حسبتها، وبيحطها كده في كلوزد فورم فورمولا، عشان لو انت بتكتب سوفت وير الموضوع يبقى فور لوبس والموضوع ايه جينيريك وسهل يعني. هذا النيورال نتورك. في حاجه ثانيه بقى اسمها كونفولوشنال نيورال نتورك. احنا دايما الانبوت لما بيدخل للنيورال نتورك عباره عن فيكتور. انت لو عندك كده ايمج حولها لفيكتور، يحولها لفيكتور ازاي؟ يعني صوره مثلا 20 بكسل في 20، 200 بكسل في 200 بكسل، وكالر ايمج، يبقى انت عندك 200 في 200 في 3 خلاص نمبرز، وكل نمبر من 0 ل 255 بيانديكيت الانتنسيتي، يعني 3 دي اللي هي كالر ايمج يعني. حطهم كده از فيكتور، والنتورك بتاخد الانبوت دوت ليها خلاص. فالنتورك في الاخر بتشوف الصوره زي الفيكتور اللي فوق ده يا شباب بالنسبه لها يعني. لو لخفنته مفيش مشكله يعني، فبس طالما انت هتلخفنه انها سيستماتيك واي. فاحنا كمان ادمين بنشوف الصور زي الكيس الثانيه دي، تمام. طيب تخيلوا مثلا لو كنا ادينا للنتورك الصوره زي الكيس الثالثه دي، تمام. فعندنا هنا في الصوره الاولانيه لما النتورك تاخد الصوره كده از 1 دي ما بتقدرش تعمل اي علاقات بتربط البكسل باللي حواليها، ياخد الموضوع كله از فيكتور اصلا، تمام. مفيش اي سبيشال ريليشن شيب ما بين الايه الانبوت بكسل واللي جنبها، مفيش الكلام ده. فاحنا عايزين ندخل الايمج بطريقه 2 دي، ونخلي النيورون بدل كده ما كونكتد على كل الايمج يبقى يعني ان 1 دي واي، يبقى بيكونفولف او ماشي على الصوره اللي داخله in a 2D fashion. فساعتها بقى اللي بيحقق لنا الموضوع ده هو الكونفولوشنال نيورال نتورك. فالكونفولوشنال نيورال نتورك بتاخد الصوره از 2D، وكمان معلومه السبيشال ريليشن شيب اللي في الصوره مهمه جدا. يعني الانبوت لو بالمنظر دوت الصوره الثانيه دي داخل النتورك هيبقى مختلف تماما عن لو دخلها الانبوت بالمنظر الثالث ده، لو انت مبدل الانف مثلا مع عينين مثلا، لان هي يهمها اللوكيشن بتاع الحاجه حصل فين وحصل جنب ايه. فالكونفولوشنال نيورال نتورك ديت بتشوف زينا شويه، زي بني ادمين شويه، وكانت ناجحه جدا بقى في الابلكيشنز بتاعه الكمبيوتر فيجن. في داتا سيت هنستعملها النهارده اسمها ايمج نت. ايمج نت ديت داتا سيت بابليكلي افيلبل، كانت بتنزل عليها مسابقه كل سنه. فالمسابقه كانت يا شباب ان كل سنه طبعا بقى العلماء بيطوروا الكمبيوتر فيجن ميثودز عشان تعمل سين اندرستاندنج، يعني تاخد صوره وتقول لك الصوره ديت ايه، كلب قطه عربيه، كلاسيفيكيشن ايمج كلاسيفيكيشن. فكل سنه بقى العلماء ايه ميثود الجديده تطور، مثلا البرفورمانس 1% 2% ده عظمه قوي. اول بقى ما استعملوا سي ان ان او كونفولوشنال نيورال نتورك الاكيرسي راحت حوالي 10%. فعش كده بقى ايه في مشاكل كتير اتحلت لما استعملنا ديب نيورال نتورك او الكونفولوشنال نيورال نتورك ديت. عشان بس فكره السبيشال ريليشن شيب اللي هي بتعملها كونسيدريشن في الانبوت، بلس كمان فكره ان هي بتقلل النمبر اوف ويتس، يعني حركه الكونفولوشن دي بتقلل عدد الويتس، وبالتالي بتخلي الموديل ليس برون للمشاكل بتاعه الاوفر فيتنج والحاجات ديت.
فناجحه جدا السي ان ان دي، وهذه اللي هنستعملها النهارده. طب هنستعملها بقى فور ايه؟ هنستعملها فور ايمج كلاسيفيكيشن، يعني احنا نديها صوره زي كده وتقول لنا الصوره ديت هي ايه؟ دوج كات او اي حاجه. في العاده احنا ممكن يبقى عندنا كذا اوبجكت في الصوره، فاحنا الصوره كلها هي مش كلاس واحد، ده احنا عايزين نعرف الاوبجكت اللي في الصوره واماكنهم. البروبلم الثانيه دي اسمها ايه؟ اسمها اوبجكت ديتكشن. خلاص، فاحنا هنعمل ايمج كلاسيفيكيشن ونعمل اوبجكت ديتكشن، وده شكل السي ان ان. فبيبقى عندك الانبوت ايمج داخله بتعدي على مجموعه من اللايرز من النيورونز، وفي الاوتبوت لاير كده عندك ايه؟ عندك لو انت عندك بقى في ايمج نت داتا سيت زي ما نشوف النهارده عندنا 1000 كلاس، فلو انت بتستعمل ايمج نت هتبقى عندك في الاوتبوت لاير 1000 نيورون وكلهم سوفت ماكس، سوفت ماكس اكتيفيشن فانكشن. اتفقنا ليه؟ تدخل الصوره المفروض لو هي بيرد بقى بعد ما انت دربت النيورال نتورك ديت يطلع لك على بيرد ده مثلا يطلع لك 1، لو هي بقى النتورك شاطره جدا وتقول لك هي بيرد بنسبه 100% يطلع لك هنا 1 ويطلع لك 0 في الاوتبوتس اللي باقيين كلهم. بس في العدد ده مش هيحصل قوي، انت ممكن مثلا يطلع لك هنا ايه 0.9 وبقيه ال 0.1 تبقى متوزعه على بقيه الايه الكلاسز اللي هي الغلط، فتفهم النتورك بتقول لك الصوره دي بيرد بنسبه 90%. فده شكل الايه؟ فده شكل السي ان ان يا شباب. ساعات بين الكونفولوشن لايرز وبعضها بيبقى في حاجه اسمها بولينج لايرز، شويه في شويه لايرز كده كل شويه بيخترعوها، ودي عشان كده بقى بتلاقي بيبرز بتظهر كل يوم بتتكلم بقى على اللايرز دي. واحد يقول لك لا طب انا هعمل سكيب كونكشنز، هنط بالكونكشنز من لاير اللي بعدها، ونسمي ده ريزنت اللي احنا بنستعملها النهارده. مايكروسوفت لما اخترعت ريزنت ده حل مشاكل كبيره قوي زي الفانيشنج جريدينت مثلا، وكانت حاجه كل العالم بيستعملها. فشويه تريكس بقى بتحصل في اللايرز اللي في النص بتخلي الناس ايه تبلش بيبر زي كده. طيب الاوبجكت ديتكشن بقى هنعمله ازاي؟ احنا السي ان ان ممكن نستعملها عادي فور ايمج كلاسيفيكيشن. طب لو عايزين نعمل اوبجكت ديتكشن نعمله ازاي؟ في ميثود كان اسمها ار ان ان ريجن بيزد يعني نيورال نتورك فور اوبجكت ديتكشن. هي بتاخد الانبوت ايمج وبتقسمها كده لايه بوكسز كتير قوي، تطلع كل البوكسز اللي نفسك فيها اللي ممكن يكون فيها اوبجكت وبعتهم على السي ان ان. امسك البوكس الاولاني اعمل كروب للصوره في البوكس الاولاني وبعته على الايه السي ان ان، وشوف السي ان ان هتقول لك ايه. لو هي مش متاكده ان ده اوبجكت، يعني لو ما قالتلكش 90% عماله تقول لك 10% بيرد و10% كات و10%، فده اللي هي مش متاكده، فتعرف ان البوكس ده ما فيهوش اوبجكت. طب جرب اللي بعديه، طب جرب اللي بعديه، جرب عليه، جربهم كلهم لحد ما توصل للاوبجكتس الموجوده يعني. ف بتجرب البوكسز ديت على سي ان ان، وفي الاخر بتاخد الايه اكتر بوكسز كانت السي ان ان كونفيدنت فيهم يعني. طبعا بدل بقى ما نقعد نجرب بقى كده ايه بعد ما نعمل بروت فورس كده نقعد نجرب كل البوسيبل بوكسز، ممكن نستعمل ايمج كمبيوتر فيجن ميثود زي مثلا السلكتيف سيرش. السلكتيف سيرش دي ممكن تعملك ايه؟ تطلع لك بوكسز من الصوره في اماكن التكستشرز اللي شبه بعض، يعني مثلا هتلاقي جسمي ده طالع بوكس، وشي طالع بوكس، جسمي على بعضه ووشي طالع بوكس، بس لو ورا باك جراوند بيضه زي كده غالبا مش هيطلع فيها تفاصيل، وبالتالي هتطلع كلها وان بوكس. فالسلكتيف سيرش ده هيقلل عدد البروبوزلز اللي انا عايز اجربها، فطبعا ده يحل لي مشكله الوقت بتاعه الار ان ان. فلو انت هتستعمل بقى سلكتيف سيرش الميثود دي اسمها فاست ار ان ان، وهي طبعا فاست عشان اسرع يعني. بس زي ما انتم شايفين انا بجرب السي ان ان كذا مره، بجرب السي ان ان كذا مره، بجرب السي ان ان كذا مره، فده كده مالتي شوت اوبجكت ديتكشن وبطيء بس اكيوريت جدا. في تكنيك تاني بقى السنجل شوت اوبجكت ديتكشن. سنجل شوت اوبجكت ديتكشن بياخد الصوره يطلع لك فيها الاوبجكتس على طول مره واحده من غير ما اجرب السي ان ان كذا مره، انا بجرب السي ان ان مره واحده بس. طب ايه فكره السنجل شوت ديت؟ ليها يعني طرق مختلفه، تعالوا نشرحها واحده منهم اسمها يولو او يو اونلي لوك وانس. نعرفين الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن دلوقتي. الفكره في ايه؟ الفكره ان هو بيقسم الانبوت ايمج المجموعه من السيلز بالمنظر ده، ويبقى عنده اوتبوت نيورون. اوتبوت نيورون ده كل وظيفته في الحياه ان هو يشوف السيل دي فيها اوبجكت ولا لا، والنيورون تاني بيشوف السيل دي فيها اوبجكت ولا لا، والنيورون تالت بيشوف السيل دي فيها اوبجكت ولا لا، اند سو اون. والنيورون رابع مثلا بيشوف هي السيل دي لو فيها اوبجكت ايه السنتر بتاعه، ايه الاكس والواي بتوعه. والنيورون خامس بيشوف هو ايه الويتس والهايت بتاع الاوبجكت اللي في السيل ديت، واقدر اترين البايب لاين ده كله اند تو اند عن طريق ان انا احط جراوند تروث للي المفروض تطلعه نيورونز ديت. فيبقى عندي كده موديل كبير بالمنظر ده بيدخله الصوره ومليان لايرز لايرز لايرز، وفي الاخر خالص عندي شويه نيورونز كتير قوي، كل نيورون ليه وظيفه زي اللي احنا ايه اتفقنا عليها، كل نيورون بيعمل ريجريشن على وظيفه بعينها اتدرب عليها ديورنج التريننج تايم. ده الموديل بتاع يولو. مشكله يولو ان هو هتلاقيه في الاخر طلع لك ديتكشنز كتير قوي، يعني نفس الاوبجكت تطلع لك كذا مره، يعني النيورون اللي بيبريدكت في اوبجكت ولا لا
قريب من السله ديت اللي انا معلم عليها بماوس، قال لك في اوبجكت وهو ده. والسله اللي فوقيه هنا كان في نيورون تاني برضو بيبريدكت هي في اوبجكت، لا قال لك فيها اوبجكت برضو، قال لك هو ده. فتلاقي نفس الاوبجكت بيبريدكت كذا مره. فاحنا عايزين بقى نإليمينيت الدوبليكتس ديت. فالطريقه ديت اسمها نون ماكس سبريشن. نون ماكس سبريشن ده ان انت في الاول خالص بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا كل الاوبجكتس كمان في نيورون بيبريدكت لك كمان الكونفدنس على فكره، يقول لك انا مطلع الاوبجكت ده بكونفدنس قد ايه. فبسم الله الرحمن الرحيم كل الاوبجكتس اللي الكونفدنس بتاعتهم اقل من 0.6 هشيلهم، دول مش واثقين في نفسهم هشيلهم. واحسب احسب الاوفرلاب، الاوفرلاب ما بين البوكسز اوكي. لو حد مشغل مايك شباب بليز يفهم. فاحسب الاوفرلاب ما بين المايكس وبعضها. لو في بوكسز بتوفرلاب جامد مع بعض فخلاص هشيل منهم الايه، هشيل منهم الواحد، اخلي منهم واحد بس. طب احسب الاوفرلاب ده ازاي؟ بحاجه اسمها الاي او يو او الانترسكشن اوفر يونيون. يعني انت تحسب التو بوكسز بينترسكتوا قد ايه على اليونيون بتاعهم، لو الرقم ده كبير ده يقول لك ان البوكسز بتوفرلاب جامد مع بعض تمام. فلو الاي او يو اكبر من 0.5 خلاص هحسبه ده دوبليكت وهشيله، وبالتالي تخرج بقى من الاوبجكتس اللي ديتكتد كتير دول لاوبجكتس اقل. فالتو بارامترز دول اللي هو الاي او اي الاي او يو ثريشولد والبي سي او الكونفيدنس ثريشولد بروبابيلتي كونفيدنس ثريشولد، دول هنلعب فيهم النهارده بقى في الايه في الورك شوب، نشوف بقى مين هيجاوب على السؤال بتاع الايه انهو فاليوز احسن يعني. ف ايه الستبس بقى اللي احنا هنعملها النهارده يا شباب في الورك شوب؟ اتفقنا ان هي تبقى انتراكتيف. خلصت كده ديسكشن ثيوريتيكال. بليز اوبن الويب سايت دوت تمام، كولاب، ممكن تكتب في جوجل كولاب ويفتح لك على طول. وبعدها روح افتح اوبن نوت بوك، هو غالبا هيبقى فاتح لك على طول. اختار جيت هاب، اختار جيت هاب، وبعدين كوبي اليو ار ال ده وحطه في الايه في السيرش بار بتاع الجيت هاب. هيفتح لك لسته كده، اختار من اللسته اللي ما فيهاش غير فايل واحد، اختار من اللسته الفايل ده. الفايل ده اللي فيه الكود اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. الكود دوت فيه دوتس كده، الدوتس دي المفروض بقى ايه اكمل مكان الفراغات يعني. هنفل بقى مكان السبيس دي مع بعض ونشوف الكود بقى هينجح ان هو يعمل image classification object detection using RNN using fast RNN وفي الاخر خالص using ايه using يولو. تسهيلا ليكم انا هبعت لكم اليو ار ال دوت على الشات دلوقتي بتاع زوم. احنا عدد زايد ما شاء الله، كويس كويس ان انتوا صامدين لحد دلوقتي، ما حدش هرب مننا. ده شيء يسعدني جدا، عمل لي زيد، ده حاجه كويسه جدا تمام. طيب هل جاهزين يا شباب؟ تعالوا اعمل ده معاكم، انا هعمل ده معاكم برضه عشان مش جاهز ايه يعرف. انا هكتب في جوجل كولاب كاني مش عارف اليو ار ال ولا حاجه. كولاب دوت سيرفيس جوجل بتقدمها ان انت بتقدر تديفلوب على الكلاود، يبقى عندك ماشين لمده 12 ساعه ماشين انت شغال عليها. والكود بتاعك اتمسح كمان 12 ساعه عشان هي سيرفر فور سيرفيس. وكمان في جي بي يو حلو قوي قوي على الماشين ديت. الجي بي ده هيبقى غالي جدا لو انت اشتريته على نفسك 10000 جنيه او حاجه. هنختار جيت هاب، وادي اليو ار ال اهو، ادوس سيرش، فهو فتح لي كده النوت بوك ديت. النوت بوك ديت هي يعني بايثون سكريبت بن اكسكيوتها سيل باي سيل اوكي. طيب واحنا النهارده هنديفلوب ديب ليرنينج يوزنج ايه؟ يوزنج حاجه اسمها باي تورش. ايه باي تورش ده بقى يا شباب؟ باي تورش ده فريم ورك شبه نمباي. نمباي دي كده لايبرري في بايثون بتسهل لك عمليه ان انت تتعامل مع الماتريسيز او التنسورز. التنسورز يعني هي اسمبلي المالتي دايمنشنال ماتريسيز. وكمان بتمكنك انت تعمل اوبريشنز على التنسورز ديت على بقى ايه؟ باي تورش شبه نمباي بس بتمكنك انت تعمل اوبريشنز على التنسورز ديت على الجي بي يو. وعشان كده هو فيري فاست اند فليكسبل ديب ليرنينج بلاتفورم. يعني انتوا عارفين طبعا ديب ليرنينج محتاجين ايه؟ محتاجين جي بي يو عشان الكثره تغلب الشجاعه زي ما اتفقنا. السي بي يو كورز قليلين بس ايه بس قويه جدا. الكور الانستراكشن سيت بتاعته قويه جدا. احنا مش محتاجين ده، مش محتاجين عشان ننظف حوش مدرسه نديل لسته رجاله او 16 كور بعضلات. احنا ممكن نديه مثلا ل 200 طفل ضعاف ونزله انتشره وننظف لك حوش المدرسه في ثانيه. التاسك مش محتاجه عضلات، التاسك محتاجه جي بي يو كورس ضعيفه بس محتاجه قطره يعني. انا قلت المثال بتاع الاطفال ده في محاضره ليا كنت بديها في المانيا والناس كانوا مندهشين جدا، اتضايقوا مني شويه كده بس. وانا احنا الكالتشر ما كانتش بتقبل باكزامبل زي ده يعني، واخدوها ان انا بتجه على الاطفال، مش قصدي خالص انا بديهم مثال يعني. بس لما بقول المثال ده عندنا هنا بيعدي عادي مفيش مشكله. طيب انا عايز بس اي كونفرميشن منكم ان انتوا فتحتوا دلوقتي النوت بوك اللي انا فاتحها ديت، سواء انفورميشن صوتيه او اون ذا شات. تمام
أنا فتحته بس في ناس عايزة تعيد الموضوع تاني. يعني يعني اوكي افتحها طيب تاني. اوكي طب احنا هنفتح كولاب يا شباب، فاحنا في جوجل هنفتح كولاب. تمام، بصوا انا في العاده، انا في العاده بمشي يعني بسرعه ابطا واحد فينا، بس للاسف النهارده مش هقدر اعمل ده، لان زي ما قلت لكم احنا بنكفر حاجات كتير جدا ومهمه جدا في وقت صغير قوي، عايزين نلحق نخلص. تمام، فانا فتحت كولاب، اخترت جيت هاب، حطيت بيست لليو ار ال اللي هو من جيت هاب ريبو بتاعتي اللي هجهزها لكم امبارح، ودوسنا سيرش فجاب لنا النوت بوك ديت، فدوست عليه هفتح لي الكود اللي هو ايه اللي ظهر قدامنا ده. تمام دقيقة واحدة بس انتبه، ده بس دقيقة واحدة. اوكي، عشان دي طبعا تاسك مهمه جدا، فتعال ناخد فيها كده ايه 2 مينتس، لان اللي مش هيعمل دي هيبقى تايه مننا الساعه اللي جايه كلها. انتل 2 مينتس دول برضو اتكلموا يعني. تمام، عشات ميبي شات هيبقى اسهل اي ثينك، لان احنا عددنا كبير قوي. تمام، شكرا. تمام، عمال كده من الناس تفتح. طيب في حد يا شباب مش من القاهره؟ بس اعرف يعني حد بس يحضر من هو مش من القاهره. انا من المنصوره، من جامعه المنصوره. انا من المنوفيه. وانا من المنصوره. دي ميزه بقى. سمعت يا باشمهندس، هو احنا ليه ما نستخدمش كيرا بدل واي تورش او تنسر فلو؟ طيب هو بص يا شباب، هو في حد بس فتح المايك يا دكتور؟ معلش ليه يا شباب يعني فيلو المايكس وتراي تو ريلاي على شات. انا شايف منصوره كتير واسوان، ايه الجمال ده؟ دي ميزه الاونلاين تيتشنج. ليه ما نستعملش كيرس؟ ليه ما نستعملش تنسر فلو؟ هو في كذا الترنيت يا شباب. تنسر فلو وباي تورش هم اكتر اثنين مستعملين. تنسر فلو عملته جوجل، وباي تورش عاملينه فيسبوك لاب. وباي تورش بيبيلد على حاجه قديمه قوي كنت بستعملها في 2015 اسمها تورش، ما كانتش بيزد على بايثون، كانت بيزد على بروجرامنج لانجويج اسمها لوا، بروجرامنج لانجويج. هما الاثنين يعني لو ليفل، يعني تقدر تبقى عندك فول كنترول على السيستم. بس كيرس حاجه بتستعمل تنسور فلو او بتستعمل لايبرري ثانيه اسمها سيانو، وهاي ليفل، فانت ما بتبقاش عندك فول كنترول على الايه، على المودل بتاعك. بس لما طب ليه مش تنسور فلو لو باي تورش؟ عشان المستقبل لباي تورش. باي تورش بسيط، كونفينينت، مش معقد، الامور فيه سهله جدا زي ما هنشوف دلوقتي. والمستقبل فروم ماي بوينت فيو البايتورش. في البدايه كنت عامل ورك شوب ان هي كفر الاثنين يعني، بس استقريت في الاخر ان اخليها بايتورش بس عشان الوقت يعني. وطنطا ان شاء الله كويس جدا. طيب تعالوا كونفيرم عشان يا شباب كلنا فتحنا. يس اوكي، شكرا يا احمد هشام، احمد حمامه شكرا. تمام بيرفكت، خلاص تمام. طيب هي الكود ده بقى زي ما انتم شايفين كده، انا هخلي بقى الشات مفتوح قدامي بحيث ايه الحقوني على الشات، لو اي كويستشنز ولا اي حاجه الحقوني على الشات، هيبقى اسهل نستعمل الشات اكتر من المايك. وبرده يعني في الفري ممكن تستعمل المايك برده، بس لو كلنا استعملناها تبقى مشكله. شكرا يا ريمون شمنوتي. تمام، طيب في سيلز بقى، كل سيل من ديت عباره عن كود، انت عشان تاكسكيوت الكود ده بتدوس على ايه، على البلاي ديت. بس قبل ما تدوس على حاجه انت هتروح على ران تايم وتقول له تشينج ران تايم تايب، وتختار له جي بي يو. نان دي معناها ان انت هترن الكود ده على السي بي يو، يعني الكمبيوتر اللي معاك ده مش هيبقى فيه باورفول جي بي يو تستعمله. تي بي يو دي حاجه ثانيه، فاحنا عايزين ايه نرن النهارده يعني على الايه، على جي بي يو. فتاكد ان الجي بي يو مختارها باي ديفولت، هتلاقيها مختارها كنت عاملها لكم يعني، ودوس سيف. لا تاني معلش، هيرن على الايه، هيرن على الجي بي يو. طيب فاحنا هنمبورت تورش، تمام، وهنكريت ماتريكس 5 في 3 فيها راندوم نمبرز، فنقول له ايه تورش راند 5 في 3 اسمها هو اكس، وواحدة تانية اسمها واي. وممكن بقى تعمل operations using PyTorch، تقول له plus فيجمع لك الماتريكس دي على الماتريكس دي ويطلع لك نتيجة، وهو باي ديفولت يعمل ده على السي بي يو، بس لو انت عايزه يتعمل على الجي بي يو ممكن تقول له كده كوماند قبلها رن ده على الجي بي يو، ورنه لك على الجي بي يو. الموضوع سهل بسيط، بدل ما انت زمان كنت تروح تنادي كودا اللي عاملاها انفيديا او تنادي اوبن سي ال، والموضوع ما كانش بالسهولة دي خالص. فتقول له اكس زائد واي، او تقول له تورش دوت اد اكس واي، فالاوبريشنز ممكن تبقى كده او ممكن تبقى كده. تعالوا كده نرن الكلام ده ونبرنت الريزلت دي والريزلت دي ونشوف ان هما زي بعض ولا لا. هو بيديني يعني ايه، بيقول لي النوت بوك ده تخلي بالك دي على مسؤوليتك الخاصه، فانا احنا واثقين في هشام عراقي يعني، فايه رن مش مشكله ان شاء الله مفيش حاجه هتبوظ في الكمبيوتر بتاعنا يعني. فكده بترن يا شباب، نعرف منين ان هو بيرن؟ نعرف ان هو هتلاقي فيه 3 دوتس هنا، صح هنا معناها ان خلاص مفيش حاجه بترن، ودي الرام والديسك الكونسومشن اللي انت استهلكتهم في الايه، في الديسك بتاعك يعني.
فده الاوتبوت وده الاوتبوت الثاني، الاثنين زي بعض بالظبط، وده دليل ان فعلا الاوبريشن دي زي الاوبريشن دي بالظبط. اوكي، بتختار جي بي يو حمامه من ران تايم منيو تشينج ران تايم تايب، وتختار جي بي يو دو سيف. ولو ما عملتش ده هي غالبا هي معموله باي ديفولت. طيب السيل الثانيه بقى، تعالوا نران السيل الثانيه دي واعلمكم فيها حاجه ثانيه. في حاجه اسمها اوتو جرادز. اوتو جرادز في باي تورش هو بيحسب لك الجريدينتس اوتوماتيكلي. يعني ايه بيحسب لك الجريدينتس اوتوماتيكلي؟ احنا لما هنترين ديب نيورال نتوركس احنا محتاجين نحسب الجريدينت ونابلاي جريدينت سيت، محتاجين نحسب الدريفيتيفز. هو بيحسب لك الدريفيتيفز اوتوماتيكلي. لو انت قلت له انا عايز ده، لو انت عايز تقول له انا ال W دوت هحسب الدريفيتيف وذ ريسبكت ليه كمان شويه، ادي له بارامتر اللي هو ريكواير جراد بترو. يعني بدل ما تقول له ماتريكس 2 في 2 وتسكت، لا قول له ريكواير جراد بترو. انا كمان شويه هعرف حاجات بدلاله W، يعني كمان شويه هقول لك حاجه اسمها W سكوير هي بتساوي W تو ذا باور 2. دي احنا بنعمل باور كده في بايثون. وبعدين حاجه اسمها L بتساوي W سكوير مين، المتوسط بتاع الايه الماتريكس ال2 في 2 ديت بعد ما عملها سكوير. تمام، فكده ال L بتساوي ايه؟ بتساوي W تو ذا باور 2 على 4 على 4. دي معناها ان ايه؟ ده المين يعني سم سميشن ده سم. تمام، اوف W I 2 تو ذا باور 2 عندنا W1 و W2 و W3 و W4 لان عندنا 2 في 2 ماتريكس يعني. بتجمعهم وبتقسمهم على 4. فدي العلاقه اللي بتربط ال L بالاليمنتس اللي فين؟ اللي في W ديت. وانا كمان شويه عايز الدفرنشيت ال L او W سكوير وذ ريسبكت ال W. فمن البدايه اقول له ريكواير جراد ايكوال ترو. خلاص؟ طيب فتعالى كده ايه نعمل الموضوع ده ونبرنت ال W و W سكوير و L. فدي W راندوم نمبرز وديت ال W سكوير. فعلا السكوير بتاع ال 1.5 ده ب 2.4. وكمان المين بتاع الاربع ارقام دول اللي هو في الدبليو سكوير هو عباره عن 1.1. فعمل لك الاوبريشن ديت. طب ممتاز جدا. تعالوا كده نروح على السله اللي بعدها. انت ممكن لاي بارامتر او اي فاريبل ديكليرد في باي تورش تقول له ايه؟ برنت لي جريدينت فانكشن. يعني قول لي العلاقه اللي هي الفاريبل ده خدها عشان يتحسبها. هو دبليو سكوير ده كان اتحسب ازاي؟ كان اتحسب بسكوير فانكشن مش كده؟ فيبرنت لك هنا يقول لك ايه؟ انا حسبتها بباور باور باور ايه؟ باور فانكشن. وباور فانكشن دي حاجه موجوده في باي تورش. طيب فاحنا في لا احنا مش هنغير اي حاجه في اول سؤال، احنا رناها زي ما هي. لسه الاسئله هتيجي بعد كده، فاحنا رناها زي ما هي بس محتاجين نبقى فاهمينها هنا. فاحنا هنا برنتينا جراد فانكشن طلعت باور which is حاجه احنا وي اكسبكتد. طيب انا عايز طيب اعرض الجريدينت بتاع W. يعني كاني عايز اعرض ايه؟ D something with respect ل DW. طب انت ما قلتليش هديفرنشيت ايه with respect ل DW. فلما تيجي من البدايه كده تقول لي برنت لي W جراد. W جراد معناها ايه؟ W of something with respect ل دلتا of something with respect ل دلتا of W يعني. طب انت ما قلتليش something ده ايه؟ ما حددتوليش، وبالتالي هترجع لك من. طب احدده ازاي بقى؟ بان انت تقول له الفاريبل اللي انت عايز تدفرنشيت وذ ريسبكت لي، اللي هو في الحاله ديت مثلا تعالوا نقول احنا عايزين نحسب دي ال وذ ريسبكت لدي دبليو. فانا محتاج اقول له ال باك بروباجيت، فهي ديفرنشيت دي ال وذ ريسبكت لكل البارامترز اللي انت كنت معرفها ان هي ايه ريكواير الجريدينت بتاعها. يعني لما تيجي بقى بعد السطر ده تقول له دبليو برنت دبليو دوت جراد، فانت كده كانك بتبرنت ايه بالظبط؟ كانك بتبرنت دي ال with respect ل DW. اوكي يا شباب؟ طيب فاول برنتايه طلعت ايه؟ طلعت نم. تاني برنتايه طلعت لك ايه؟ الاربع ارقام دول. اوكي؟ طيب ممتاز. طب احنا عايزين نتاكد ده، عايزين نتاكد ان دوت صح. عايزين نتاكد ان اللي طلع دوت شبه اللي احنا مكسبكتينه ولا لا. نعمل ايه بقى؟ هو احنا عارفين ان العلاقه اللي بتربط ال L بال W بال L عباره عن ايه؟ L عباره عن W سكوير مش كده؟ على 4 مش كده؟ هي المين ديفايز وهي هتحسب على 4 يعني هي مش تعمل ستام زي ما احنا كنا كاتبين. فعندنا L بتساوي W سكوير على 4. مين اللي قال الكلام دوت؟ اللي قال الكلام دوت اللي احنا اللي كاتبينه فوق هنا W، وبعدين جالنا L سكوير، وبعدين قلنا L بتساوي المين بتاع الايه؟ ال W W سكوير ديت. طيب ومعنى ذلك ان دي ال وذ ريسبكت لدي دبليو عباره عن ايه؟ هتنزل الباور اللي هي الاثنين وتطرح واحد من الباور فتبقى 2 دبليو على 4 يعني دبليو على 2. يعني المفروض اللي يتكتب هنا ايه يا شباب؟ يعني احنا عايزين نشوف دبليو جراد ديت طلعت لنا بالفاليو ديت.
فاحنا عايزين نتاكد هي صح ولا غلط. فكان ممكن نتاكد ازاي بقى ان احنا نكتب هنا ايه يا شباب؟ حد ممكن يقول لنا على الشات كده ممكن نكتب ايه مكان ال 3 دوتس دول؟ عايزين نكتب هنا الـ المفروض يطلع لنا ب W grad. هل مثلا ممكن اكتب W؟ بالظبط، شكرا يا ريمون، W على 2. تعال نشوف بقى كده هيطلع ايه. نرن السيل دي تاني. هو طبعا احنا عملنا ايه، عملنا من شويه باك بروباجيشن، ودلوقتي بنعمل باك باك باكورد تاني. باكورد دي زي ما اتفقنا يا احمد ان احنا بنقول له احنا هنحسب الجريدينت بالنسبه لانه فاريبل، فانت بتقول له ال باكورد، فانت بتقول له دي ال، دي ال مش دي حاجه ثانيه. كان ممكن نقول له مثلا دبليو سكوير، لو انت عايز تحسب دبليو دلتا دبليو سكوير تحسب جريدينت من اول الدبليو سكوير، تمام؟ فانت بتحدد هنا انت عايز دي ال ولا دي دبليو سكوير ولا دي اكس ولا دي اي بالنسبه لدبليو يعني. فاحنا هنا حددنا له دي ال وريسبكت لدي دبليو، فطلعها لنا. نبرنتها ازاي؟ نبرنتها بايه؟ بدبليو جراد. طب عايزين نتاكد هي صح ولا لا، احنا عارفين كده كده ان الجريدينت عباره عن ايه، دبليو اوفر 2، فهنبرنت كمان دبليو اوفر 2 ونبرنت دبليو دوت جراد ونتاكد ان هم قد بعض. فجينا هنا طلع لنا ايرور، قال انت تاني مره بتعمل باكورد، خلاص ما انت عملت قبل كده، وعشان احنا رنينا السله دي قبل كده فاتحسبت، فما ينفعش نرنها تاني، فاحنا محتاجين ايه، نكومنت السطر ده كده، نكومنت السطر ده. تعال رن كده تاني. ففعلا اخر تو برنتس شبه بعض بالظبط اهو، اللي طلع لنا من الدبليو على 2 زي اللي طلع لنا من دبليو دوت جراد، فده ياكد لنا فعلا ان الاوتو جراد بتاع بايتور شغال كويس. طيب الفكره واضحه يا شباب؟ لو حد بالنسبه له فكره واضحه بليز ليت مي نو على الشات كده قبل ما اعدي. لو حد شايف ان الفكره دي واضحه يقول على الشات. معلش احنا لما عملنا كومنت ايه الفرق بين البرنت دبليو جراد والبرنت دبليو جراد اللي تحتها؟ هنا انا ببرنت قبل وبعد. فالمره اللي فاتت لما رننا دي قبل ما نرن الباكورد كانت بتطلع لنا نن. نن ليه؟ نن عشان هو مش عارف هيدفرنشيت ايه بالنسبه لدلتا دبليو، انت ما قلتلوش. نقول له بقى ازاي؟ نقول له ال باكورد فيعرف ان احنا عايزين ديفرنشيت ال دي ال وذ ريسبكت لدي دبليو. اوكي؟ تمام. ماشي يا احمد، كمان بيقول هو فاهم بس ممكن ملخص سريع. طيب اوكي، تعالوا نلخص اللي احنا عملناه. احنا تعالوا كده ممكن في ران تايم، بس ما تعملوش كده يعني. ممكن نقول له ايه؟ ريست ران تايم، ريستارت ران تايم، دي هتشيل كل الفاريبلز اللي كانت موجوده في الميموري اللي احنا حطيناها. فاحنا في الاول خالص عرفنا حاجه اسمها دبليو براندوم ماتريكس، حط فيها ايه ارقام، عرفنا حاجه اسمها دبليو بدلاله دبليو سكوير بدلاله دبليو، حاجه اسمها ال بدلاله دبليو سكوير. عايز اشوف بقى كمان شويه هل اقدر احسب دي ال وذ ريسبكت لدي دبليو ولا لا؟ اوكي؟ طيب تعالوا نرن كده السيل دي. طبعا هو مش عارف يعني ايه حاجه اسمها تورش، لان انا لما عملت ريسيت خلاص هو لغى كل حاجه، فكان لازم امبورت تورش بالاول. فانا هامبورت تورش باللي انا رن السيل دي، وبعدها اقول له دبليو بتساوي راندوم نمبرز 2 باي 2 ماتريكس، وال ودبليو سكوير ممكن تسميها اي حاجه ثاني باي ذا واي، اسميها اس او اي حاجه، بسمي الاسماء بس عشان تبقى واضحه ليه. فدبليو سكوير بتساوي دبليو 2 زبار 2، وال بتساوي دبليو سكوير على الايه، على 4. دي ممكن نحسبها عن طريق ان احنا نقول له ايه المين يعني. طيب وبعد شويه بقول له ايه بقى، احسب لي دبليو جراد. طب يعني احسب لي دي سمثينج وذ ريسبكت لدي دبليو، انا ما حددتلوش سمثينج ده ايه، فيطلع لي نون. طيب تعالوا كده نرن ده كده ونشوف هيطلع نون ولا لا. المفروض دلوقتي يطلع لي نون في البرنتات الثانيه دي. شفتوا طلع نون. ممكن بقى تيجي هنا وتقول له ايه، اد كود جديد. لا انا عايزك بقى اقول لك دلوقتي انت هتدفرنشيت ايه وذ ريسبكت لدبليو، هتدفرنشيت ال وذ ريسبكت لدبليو. فاقول له ده ازاي كباي تورش، اقول له ال باكورد. باكورد دي جايه من الباك بروباجيشن ليرنينج الجوريزم يعني، مش كده سموها كده. وبعد كده اقول له برنت بقى دبليو جراد، فيحسب لي ايه دلتا دي ال وذ ريسبكت لدي دبليو، هتطلع اي حاجه. طب انا عايز اتاكد هي صح ولا لا، اعمل ايه؟ انا كده كده عارف ان دي ال وذ ريسبكت لدي دبليو هي دبليو على 2، فهبرنت بعدها دبليو على 2. لو طلعت زيها يبقى باي تورش نجح في مهمته. فهل نجح في مهمته ولا لا؟ يس نجح في مهمته، لان الاوتبوت ده زي الاوتبوت الثاني بالظبط. تمام؟ طيب ماشي يا حمام، تمام كده فهمت. جمال تمام جدا. في حد تاني فاهم الدنيا تمام لحد دلوقتي؟ تمام. قبل بس ايه ما نروح بقى اللي جاي، تمام لحد دلوقتي؟ يس. مارسا ليمون اوكي بيرفكت. طيب احنا دلوقتي بقى يا شباب هنترين بقى نيورال نتورك عن طريق باي تورش، هنترين نيورال نتورك عن طريق باي تورش. اوكي
معلش في سؤال اخير انا كتبته بس هو اتلخبط. هو انا مش ممكن من الاول اقول له اذا ان هو يحسب ال دي ال بالنسبه لل دبليو على طول بدل ما اني اكتب ال دبليو جريد بعدين؟ طبعا ده احنا الطبيعي هنعمل كده. طبيعي هنعمل كده يا افنان، ده الطبيعي. انا هنا بس عشان بعلمكم، بس بعلمكم الفكره. تمام. ده احنا كمان شويه بقى احنا مش هنعمل ده اصلا. هو في هاي ليفل اي بي ايز هتعمل كل الكلام ده لينا زي ما هنشوف كمان شويه، بس انا بعلمكم الفكره والميزه بتاعت ايه، بتاعت باي تورش، هو ليه محتاجينه، وهو ليه هو بيعمل الجريديان ده ازاي. تمام، احنا اتفقنا ان الجريديان ده مهم ازاي في الباك بروجيشن ليرنينج الجوريزم. طيب فانا هيمبورت تورش بقى في السلسله اللي بعدها. تعالوا بقى نروح للسلسله اللي بعدها يا شباب بقى. ممكن تيجي على اليمين هنا وتدوس على الثري بارز اللي فوق بعض دول، ثلاثه بارز اللي فوق بعض دول، هيجيب لك الكونتنت. فانا هحط لكم الكونتنت بتاعنا ده النهارده، فتدوس عليه بسهوله بحيث تتحرك بسهوله. تدوس على الايتم اللي انت عايزها تروح لها. فاحنا في الايتم اللي هي ريدنج داتا دي، السيل اللي هي ريدنج داتا دي. فاقف كده في السيل ديت. السيل دي بقى بنعمل فيها ايه يا شباب؟ بنامبورت موديول من تورش اسمه ان ان نيورال نتورك، وان ان بنامبورت منها حاجه اسمها اف. اي ثينك مش هنستعمل اف دي النهارده، كنت حاططها غلط. وكمان في حاجه اسمها تورش فيجن جوه باي تورش. تورش فيجن ده كمان بقى فيه داتا سيتس وفيه ترانسفورمز وفيه مودلز. داتا سيتس دي فيها الداتا سيتس المشهوره زي مثلا ايه، زي ايمج نت، هنستعمل ايمج نت. وفي داتا سيت ثانيه اسمها امنست. امنست دي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن ارقام 10 كلاسز ديجيتس، والكلاسز 10، انما ايمج نت عباره عن اشكال حيوانات واشياء و1000 كلاس. تمام. فانت ممكن داتا سيت دي بلاين واحد كده تداونلود وتامبورت داتا سيت منه بسهوله جدا، بدل ما تدخل على الويب براوزر وتداونلود زيبد فايلز وتانكمبرس وتقعد تشوف بسنجل لاين اوف كود. وده الجمال بتاع ايه؟ بتاع باي تورش. فهاجي تحت بقى اقول له ايه؟ اقول له داتا سيتس دوت امنست. امنست دي اللي داتا سيت. ممكن تقول هنا ايه؟ ايمج نت. طبعا هو ليه مش شايف الكلام ده؟ لان انا لسه ما عملتش امبورت للموضوع ده. لو عملت امبورت قبليها هنا، يعني لو جيت هنا قبليها مثلا قلت له امبورت، نفذت السطر ده، كود ده لسه ما اتنفذش. لو نفذت السطر ده يبتدي يشوف هنا، لو انا بكتب يساعدني يعني. هنا في ايمج نت شايفها ايه؟ طب شايف ايه تاني بقى؟ ممكن كده تدوس كنترول وسبيس يقول لك كل حاجه، سيتي سكيبز 0 10 و0 10 100، كل دي داتا سيتس. طب احنا في الاكسرسايز بتاعنا هنستعمل انا داتا سيت دلوقتي امنست، امنست داتا سيت. طيب اعمل داونلود فين؟ اعمل داونلود في الباص ده في الماشين اللي انا شغال عليها في جوجل كلاود. فده الباص اللي انا هداونلود عليه. اداونلود ولا لا؟ ولا الباص ده انت اوريدي حاطط فيه داتا سيت؟ اه داونلود. اقول له داونلود ايكوال ترو. طب اجيب كل التريننج داتا سيت ولا التست بس بتاع الترين بتاعها بس؟ فاجيب الترين بس. اي داتا سيت بتبقى متقسمه ترين وفاليديشن، جيب الترين بس. طيب بعد ما اجيبها اغير فيها اي حاجه؟ اه ترانسفورم ايكوال ترانسفورم، اعمل عليها الترانسفورم او التغيير ده. وترانسفورم ده انا معرفه فوق هنا. ايه الفاريبل اللي اسمه ترانسفورم بقى ده؟ ترانسفورم ده جاي من ترانسفورمز بتاعت تورش فيجن. وترانسفورمز دوت عباره عن كلاس انت ممكن تلزق فيه كذا ترانسفورم جنب بعض. بتلزقهم ازاي؟ عن طريق الفانكشن اسمها كومبوز، وبتلزقهم از ليست. فالايتم الاولانيه انا بحول الايمج اللي جاي من الهارد ديسك لتنسور، لان باي تورش بيفهم تنسورز. وبعد كده بعمل نورماليزيشن، بخلي المين بتاع التريننج داتا كلها بدل البيكسلز ما من 0 ل 255 لا تبقى من ارقام ثانيه، بحيث متوسط الفاليو بتاعت البيكسل على التريننج داتا كلها بصفر، ومتوسط الستاندرد ديفيشن ب 0.5. فده نورماليزيشن انا بعمله. فاول حاجه بعمل بحولها لتنسور، باخد الصوره من الهارد ديسك احولها لتنسور واعمل عليها نورماليزيشن ده. طيب هدي ترانسفورم ده لمين؟ للفانكشن اللي اسمها ايه؟ امن ستيت، عشان قبل ما تجيب لي الصوره تعمل عليها الكلام ده. طب هو انا بعمله ليه؟ بعمل الكلام ده عشان ده بيساعدني في التريننج شويه، بدل الارقام تبقى من 0 255 تبقى من ماينس 1 ل 1 مثلا. دي النورماليزيشن. الحاجات دي تريكس بتساعدنا في عمليه الايه؟ في عمليه التريننج. طيب دي ترين سيت. فانت عشان في باي تورش بس عشان تلود بقى التريننج سيت من الهارد ديسك للميموري او للرام محتاج تعمل ترين لودر. فجوه تورش في حاجه اسمها يوتيليتيز، في حاجه اسمها داتا، في حاجه اسمها داتا لودر. بتدي له الترين سيت اللي انت لسه جايبها من شويه، وتقول له الباتش سايز. باتش سايز يعني ايه؟ يعني جيبهم لي كام صوره كام صوره، يعني جيبهم لي جيب اول 64 صوره، وانا لا هطلب منك كمان شويه تجيب لي 64 اللي بعديهم، وكمان شويه هطلب منك اقول لك نيكست تجيب لي ال 64 بعديهم، بعديها اقول لك نيكست تجيب لي ال 64. فتجيب لي 64 64 ولا تجيب لي 10 10، ده اسمه الباتش سايز. فانا عايز 64. طبعا انا بما اني هعمل الاوبريشنز دي كمان شويه على الجي بي يو، فالرام بتاعت الجي بي يو هي اللي بتحكمني. هل اقدر احط فيها الصور دي كلها مره واحده وران الباك بروباجيشن ليرنينج الجوريزم عشان اخلي الموديل بتاعي يتعلم الايمجز دي مره واحده ولا لا؟
طيب وانت بتجيب من الهارد ديسك تشافل ولا لا شافل، يعني ده برضو بيساعدنا ان احنا نافويد الاوفر فيتنج اللي احنا اتكلمنا عنه. اوكي طيب هنرن بقى السيل ديت يا شباب. شايفين بقى بيداونلود الداتا سيت من من الانترنت. اوكي انا طبيعي ان هو يبقى سريع جدا لان ده طبعا بسرعه النت عندنا، ده سرعه النت في الجوجل ماشين اللي انت مستعملها، الماشين هناك كونكتد بالانترنت وبتحمل سيرفر على كلاود، فالمفروض يبقى سريع جدا يعني. فهو ضن خلاص، هو ضن يعني، هو لما كتب لك كده ضن تحت يبقى ايه، يبقى هو خلص يعني. فثواني خلص يعني، شفتوا السرعه بقى. هو الباص يا باشمهندس انت بتحمل من عليه الداتا، بتجيبه من على الويب سايت ذات نفسها ولا بتجيبه منين؟ لا براحتك، حسب الماشين اللي انت هتحمل، حسب انت عايز هتحطه في انه باص. فانا حطيته في الباص ده ليه؟ طيب عشان تحت هستعمل الباص ده. هو الباص ده فولدر على الجهاز ذات نفسه، فولدر على الجهاز بالظبط. تمام طيب ممتاز. طيب تعالوا بقى نكريت الموديل ونعمل كده فورورد باس. نكريت الموديل ازاي؟ انت عشان تعرف انت شغال على الجي بي ولا لا ممكن تقول له ايه تورش دوت كودا، كودا دي اللايبرري اللي انفيديا عاملاها اللي بتحكي فيها بالجي بي يو، وتقول له از افيلبل، فدي بترجع لك ترو او فورس لو انت عايز تاكد يعني الماشين بتاعتك الجي بي شغال ولا لا، بس هو كده كده شغال ان شاء الله. فانت ممكن تبرنت دي لو انت عايز يعني، بس براحة مش محتاجين. طب عشان اكريت بقى النيورال نتورك بعمل ايه؟ بقول له ان ان اللي انا كنت امبورتها فوق سيكوينشال، وابتدي اعرف اللايرز لاير باي لاير. فاول لاير عباره عن لينير لاير بتاخد من فيكتور طوله 784 وعدد النيورونز 182، واللي هيطلع من النيورونز ديت هطبق عليه ريليو اكتيفيشن فانكشن، والاوتبوت بقى من النيورونز دول هيروح على لاير بعدها. اللاير اللي بعدها دي هتاخد ال 148 رقم اللي جايين من الاوتبوت من النيورونز، الاوتبوتس من النيورونز اللي في اللاير الاولانيه، واللاير ديت فيها 64 نيورون، وال 64 اوتبوت دول يروحوا على اللاير الاخيره اللي فيها 10 نيورونز. فانا كده عندي ثلاثه لايرز، اول لاير 128 نيورون، ثاني لاير 64 نيورون، ثالث لاير 10 نيورونز. طب هو ايه بقى ال 784 ديت؟ ال 784 دي هي الانبوت اللي داخل على النتورك اصلا، هو حجمه كفيكتور 784. احنا دلوقتي هنستعمل نيورال نتورك مش سي ان ان، فبتاخد الانبوت از فيكتور يعني. الايمجز اللي في ايمج في 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 امنست داتا سيت عباره عن 28 بكسل في 28 بكسل، وهي جراي سكيل ايمجز مش ملونه فما فيش كلر. ف 28 في 28 ب 784 تمام. طب هو ايه لينير ديت؟ هو النيورال نتورك بتحسب النت يعني، كل نيورون بيحسب النت عن طريق ايكويشن بالمنظر ده دوت كده. طبعا انت معاك بقى الكود على جيت هاب، انت ممكن على جيت هاب تعمل ستار مثلا للريبو اللي انا بعتها لكم في الاول بتاعتي ديت، وترجع بقى تقرا الحاجات دي بالتفصيل بعد كده يعني. فتلاقي ان العلاقه اللي بتربط الانبوت اللي هم 784 نمبر بالاوتبوتس بتاعت النيورونز هي عباره عن لينير كومباينيشن بالمنظر ده. دي الايكويشن يا شباب، البي ديت البكسل، والويتس ديت الويتس بتاعت اول نيورون، والنت بتاع ثاني نيورون دي الويتس بتاعته، والبيز ديت هي البكسل. فعشان كده بنكتب لينير يعني، لان النت عشان يتحسب هي لينير ايكويشن. فانت يعني كل لاير بتعملها عن طريق ان انت تكتب ايه تو لاينز بالمنظر دوت. فكده عملنا النيورال نتورك بتاعتنا، نسميها ايه؟ سميها اي حاجه، سميها ان ان، سميها موديل، سميها اي حاجه انت عايز. احنا سميناها ايه؟ سميناها موديل. بس خلي بالكم يا شباب، اخر لاير هنا الاكتيفيشن فانكشن بتاعتها ما ينفعش تبقى راديو، دي لازم تبقى سوفت ماكس. اوكي فكان الطبيعي هنا ان انا اكتب ايه؟ اكتب سوفت ماكس، سوفت ماكس. اوكي بس انا ما كتبتش سوفت ماكس، انا كتبت ايه؟ كتبت لوج سوفت ماكس. ليه كتبت لوج سوفت ماكس؟ هنعرف كمان شويه، ده هيخلي الكود بتاعنا اسرع شويه، بس كان ممكن عادي جدا اكتب سوفت ماكس. طيب سريعا في سؤال على الشات، از ات از لايك فلترنج تو بيكسلز؟ اه يعني لينير كومباينيشن بتحصل على الايه؟ على البيكسلز ديت. ممكن يعني نسهلها ونسميها فلترنج، بياخد 784 نمبر ويطلع منهم كام؟ 128 نمبر يعني. لو سمحت يا باشمهندس، هي السيشن ريكوردد؟ يس ريكوردد، هتبقى بوستد ان شاء الله. هل حد معانا من الاورجنايزرز؟ هو انا وي تيك ذيس ديسكشن في الاول، وهي ريكوردنج ان شاء الله وتول بي بوستد يعني. تسلم، شكرا. نايس يا دكتور. اوكي ريكوردد، ثانك يو سو ماتش. بس صحت يا باشمهندس، هو اللينير دي بتعمل بولينج بتعمل بولينج؟ لا مفيش بولينج خالص هنا، دي حتى ده مش كونفولوشن لاير، دي لاير عاديه، ده نيورال نتورك لاير عاديه. هنتكلم على كونفولوشن نيورال نتورك كمان قدام شويه.
حتى عايز تاخد انبوت، تاخد انبوت حتى مش كايمج، بتاخده كفيكتور طوله 400. طب ازاي هتحوله من كده لكده من غير بولين؟ بالظبط كده. لا هي بتحوله، هي ما الايكويشن دي بقى كده، الايكويشن دي بتاخد 784 نمبر تطلع لك هنا رقم واحد، تطلع لك رقم تاني، لحد بقى يطلع لك في الاخر خالص كام، لحد ما يطلع لك 128 رقم. يعني دي كده، ده كده وان نمبر، ده كده انذر نمبر، ده كده النيورونز ذات يعني احنا بنتحكم في النيورونز، بس على النيورونز ذات نفسها بتدخل بالظبط، وكل نيورون بيطلع لك رقم، وبالتالي الاوتبوت بقى من اللاير ديت يبقى عباره عن كام، 128 نمبر. يروحوا للاير بعدها يبقوا يبقى 64، يروحوا للاير الاخيره يطلع لك 10. طب هو ليه 10 يا شباب؟ عشان احنا بتاع الابنس سبيسيفيكيشن، وابنس داتا سيت فيها 10 كلاسز يعني. اوكي هو مصطفى تمام، مصطفى تريننج ويل بي وران فاستر يس عشان لوج سوفت ماكس دي. طيب اللوس فانكشن بقى نعرفها ازاي؟ جوه ان ان في لوس فانكشنز كتير، فاحنا بنستعمل النيجاتيف لوج لايكلي هود لوس في تنسور فلو في باي تورش. اسف لو انت هتستعمل ان ال ال لوس لازم تبقى الاوتبوت لوج سوفت ماكس. عندك اوبشن تاني بقى، انت كان ممكن هنا تستعمل حاجه لوس تاني اسمه كروس انتروبي لوس والاوتبوت يبقى سوفت ماكس. فانت فوق لو انت مستعمل سوفت ماكس خلي اللوس كروس انتروبي لوس. طب لو مستعمل فوق لوج سوفت ماكس خلي اللوس ان ال ال لوس زي ما احنا عاملين. وده زي ده بالظبط، بس لو انت عامل اللي انا عامله ده مور كومبيتيشنال ايفيشنت. لو فردت الايكويشنز كده هتلاقي ان انت ايه، بدل ما بتروح تحسب الاكسبوننشال وترجع في السوفت ماكس وترجع تجيب له لوج عشان محتاج اللوج بتاعه، طب من الاول ما تحسبش الاكسبوننشال اصلا، فتلاقي الموضوع ده بيوفر شويه في الكومبيتيشنال ايفورت يعني. طيب انا ترين لودر ده حد بيشاور على الهارد ديسك شايف الداتا، اول ما اقول له نيكست هيرجع لي كام صوره، هيرجع لي 64 صوره. طيب هقول له نيكست، بس نيكست دي ما ينفعش تناديها في بايثون غير على اتريتور، فانا هحول الترين لودر ده لاتريتور وبعدين اقول له نيكست، هيرجع لي 64 صوره حطهم لي في ايمجز وارجع لي 64 ليبل بتاعهم، كل صوره ليها ليبل. الصوره الاولانيه واحد، الصوره الاولانيه خمسه كان فيها رقم اكتر خمسه، الصوره الثالثه صفر حسب هي كان فيها ايه. وخلي بالك هو اما اقول له نيكست هيجيب لي راندوم ايمجز، فكل واحد فينا هيطلع له راندوم ايمجز غير طلعت الثاني. طيب انا للاسف النتورك بتاعتي ما بتاخدش حاجه 28 في 28 في 1 ايمجز دي. يعني ايه الحجم بتاع ايمجز يا شباب؟ ايمجز دي حجمها 64 لان هي 64 صوره في 28 في 28 في 1. لا انا عايز حاجه حجمها 64 في 784، فاعمل ده ازاي؟ في باي تورش انت ممكن تقول له ايه، ايمجز دوت فيو ايمجز دوت شيب اوف 0، يعني اول شيب ده حافظ عليه اللي هو 64 وماينس 1، دي معناها ان انت ادمج لي كل الباقيين من 28 ل 28 في 1 دول، ادمجهم لي في ايه، في دايمنشن واحد. فالاوتبوت بتاع الكلام ده يطلع كام، 64 في 784، ده انبوت النتورك بتاعتنا تفهمه. النتورك بتاعتنا ما ينفعش تاخد حاجه 28 في 28 في 1، ينفع تاخد حاجه 784 في 1. فالحركه دي هتعمل كده، طبعا ده بيتعمل اون ذا فلاي مش بيستور في حته، فمحتاج استوره في ايمجز في الفاريبل او اعمل ريسايز. يعني لو قلت ريسايز ما كنتش محتاج تاساين الليفت هاند سايد، كانت هتعمل ان بليس يعني. طيب عايز بقى ادخل الايمجز دي على الموديل واشوف الموديل هيطلع ايه، فادخل الايمجز دي على الموديل اقول له موديل دوت ايمجز بس كده، تدخل تعدي على اللايرز يطلع لي الاوتبوتس. الاوتبوتس ده هسجله في رقم مثلا اسمه لوج بروبابيلتيز. هو ليه لوج بروبابيلتيز؟ عشان السوفت ماكس بتطلع بروبابيلتيز، بس انا عارف ان اللي طالع ده مش البروبابيلتيز، ده اللوج بتاعها، فهسميه لوج بي اس عشان ما تلخبطش كمان شويه. تمام. طب عايز احسب بقى هو ده حلو ولا وحش، ممكن اعمل ايه، انادي اللوس فانكشن اديها اللي طالع كومبيرد باللي كان المفروض تطلعه الليبلز، فترجع لي اللوس، ثاني برنت اللوس ده كده ونشوفه. اوكي تعالوا كده نرن السيل ديت، فترو ديت اللي هي ايه الجي بي يو فوق بترو، فده اللوس يا شباب، ده اللوس اللي طلع 2.2. مش عارف يعني ده حلو ولا وحش، هو المفروض بقى اقعد اعمل تريننج واشوفه بيتحسن ولا لا، بس هو كرقم انا مش عارف هو حلو ولا وحش قوي. هو لو صفر ده معناه ان ايه، ان اللي طالع زي الليبلز بالظبط. طيب اللي عايز بقى مثلا ابرنت البروبابيلتيز اللي طالعه اعمل ايه، لوج بي اس دوت الدايمنشناليتي بتاعته كام، احسب اشوف زي اقول له برنت مثلا لوج بي اس دوت شيب، شيب دي شبه ايه، نمباي، احنا اتفقنا ان باي تور شبه نمباي، فالشيب بتاعها 64 في 10 زي ما كنا متخيلين فعلا. طيب انا لو عايز احولها تبقى يعني، طب لو عايز اول صوره، يعني اول صوره دخلت من 64 كان ايه الاوتبوت بتاعتها، اقول له ايه، لوجز اوف 0، فمنطقي ان اول صوره هتطلع لي 10 ارقام، هتطلع لي 10 ارقام، هتطلع لي 10 ارقام فعلا، يعني الشيب 10. طيب لو حسبت السميشن بتاعهم، متخيل بقى ان هم ممكن يطلع بكام،
لو قلت له كده ايه ان بي دوت دوت سم، بلاش ان بي بقى احنا بنستعمل تورش، فنقول له تورش دوت سم، متخيلين هو يطلع ب1؟ حد متخيل ان اللي طالع ده مجموعه هيطلع ب1 يا شباب؟ بليز ليت مي نو على الشات 1 عشان بروبابل. مين شايف ان هو ممكن ما يطلعش ب1؟ ليتس يوز الشات شباب. هو ده ايه؟ بي بي لوج بي اس ده عباره عن ايه؟ ده اللوجز بتاعه البروبابيلتيز، هي البروبابيلتيز مجموعه ب1 انا متفق معاكم، بس لما تاخد اللوج بتاعتهم لا مش مجموعه ب1، فلما تيجي ترن اللي انا بكتبه ده كده مش هيطلع لك ب1. عايز يطلع ب1 اعمل ايه؟ حول اللوج لمين؟ للبروبابيلتيز. احول ده ازاي؟ ان انت خد الاكسبوننشال بتاعه فتقول له ايه؟ تورش دوت اكسبوننشال الكلام دوت، فكده بقى انت بتطلع البروبابيلتيز نفسها، والبروبابيلتيز منطقي يطلع ب1، فكده باي تورش اشتغل كويس فعلا. ففعلا لما جمعهم طلع لي ب1. هو قال يعني النتورك ديت لسه ما اتضربتش، وبالتالي اللي طالعين دول اي كلام. يعني تعالوا كده نشوف اللي طالع بكام. دي كده اتفقنا ان هي ايه البروبابيلتيز. تعالوا كده نبرنت الكلام ده. فبيقول لنا invalid syntax. ليه invalid syntax؟ اه عشان في كود ناقص. بصوا ده اللي طالع، دي ال 10 ارقام اللي طالعين دي البروبابيلتيز، دولت مجموعهم ب1. بس هل النتورك يا شباب، سؤال ليكم، هل النتورك واثقه في نفسها ولا لا؟ يعني احنا لما دخلنا اول صوره على النتورك طلعت لنا ال 10 ارقام دول. هل ده الاوتبوت ده معناه ان النتورك واثقه في نفسها وبتعمل كلاسيفيكيشن كونفيدنس ولا مش واثقه في نفسها؟ ليت مي نو على شيء. بالظبط يا مروان، مش واثقه في نفسها. بالظبط يا ريمون، بالظبط يا خالد عساوي، مش واثقه في نفسها طبعا، لان لو واثقه في نفسها كانت هتقول لي مثلا واحد ايه 0.9 مثلا، لان كلها مش واثقه في نفسها. طب مش واثقه في نفسها ليه؟ لان هي لسه ما اتضربتش. تعالوا بقى نضربها ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي، بس هي مش واثقه في نفسها بس مجموعهم ب1. طيب تعالوا كده ايه نروح على الستيب اللي بعدها، ازاي نحسب الجريدينت بقى. هنا بنديفاين موديل، بنجيب الايمجز، ده اللوس زي ما عملنا المره اللي فاتت. عشان تحسب الجريدينت بقى بتقول له لوس دوت باكورد. يعني ايه؟ يعني بتقول له ديفرنشيت الويتس ويز ريسبكت لمين؟ لللوس دوت. اوكي، فهنا انا لما بقول له مثلا موديل دوت زيرو دي معناها اللاير الاولانيه، موديل اف 1 دي معناها اللاير الثانيه، اوف 2 دي اللاير الثالثه، الويتس بتاعت اللاير مين؟ الاولانيه، برنت الدريفاتيف بتاعها، برنت الدريفاتيف بتاع الويتس اللي في اللاير الاولانيه. طب ويز ريسبكت لمين؟ انا لسه ما قلتلكش. فده هيطلع لنا ايه؟ ده هيطلع لنا نان. طب هنا بقى انا قلت له ويز ريسبكت ديفرنشيت ويز ريسبكت لمين؟ سوري، ديفرنشيت اللوس ويز ريسبكت للدبليو، حددت له بقى هنا لوس زي ما عملنا فوق. فلما اجي اعمل نفس برنت كمان شويه، لا المفروض تطلع بقى ايه؟ مش بنان، تطلع بفاليوز. تعال نشوف كده. فاول برنت طلعت نان، ثاني برنت طلعت بفاليوز، بس الفاليوز معظمها زيرو. عارفين ليه زيرو يا شباب؟ لان امنست داتا سيت معظمها جري سكيل، هي جري سكيل ايمجز، واحنا بنتكلم على يعني ايه هنا برنت الويتس بتاعت اول لاير، والجريدينت بتاعتهم مضروبه في معظمها في صفار، لان الصوره باينري يعني. فبالتالي هتلاقي جريدينت معظمها بصفار، بس هو مش كله بصفار، خلي بالك هنا في دوتس وهنا في دوتس، معناها انا مش ببرنت لك كل حاجه يعني. فطب انا عايز ابرنت مثلا الحاجات النون زيرو بس، بقول له ايه؟ جريد نون زيرو. فنون زيرو دي بترجع لك الانديسيز بتاعت النون زيرو اليمنت اللي في الايه؟ اللي في اللي انت عايز تبرنته ده. فلو هم يعني طلع لي حاجات بالمنظر ده، ده دليل ان الجريدينت في حاجات مش بصفار، هو ظاهر بس كده بصفار عشان ده حظنا كده. احنا هنا حوالين الايدجز شويه، بس لو بصيت لو برنتيت الماتريكس دي كلها هتلاقي ايه؟ هتلاقي فيها حاجات مش بصفار. هم فين بالظبط؟ هم في الانديسيز ديت. خلاص، بما ان هي 2 دي ماتريكس، فالاندكس بيبقى ايه؟ اكس وواي يعني. طب هم ليه 2 دي ماتريكس؟ ليه اول لاير فيها 2 دي ماتريكس من الويتس؟ بص على الايكويشنز اللي فوق دي، اول لاير بس فيها 2 دي ماتريكس، فيها الويت ده والويت ده والويت ده والويت ده اند سو اون، وفيها بقى النيورون الثاني ليه فيكتور اوف ويتس، والنيورون الثالث ليه فيكتور اوف ويتس، وبالتالي النيورونز كلهم اللي في اللاير الاولانيه ليهم ويتس ماتريكس. اوكي، طيب ممتاز جدا. فاحنا كده نقدر نحسب الايه؟ الجريدينت. طب عايزين نشوف كده يعني ايه، هل الجريدينت لو انا عملت بقى ستيب من الباك بروبوجيشن، عملت تريننج ستيب، احنا حطينا اندكس زيرو يا محمود عشان انا ببرنت بس اول لاير ويتس بس، عايز اشوفهم بس بعينيا مش اكتر عشان اعلمكم يعني. انا هنا بعلمكم ان انت ممكن تاكسس الويتس بتاعت لاير بعينها يعني. طيب عايزين بقى نعمل باك بروباجيشن ستيب، يعني عايزين نعمل تريننج ستيب. فاحنا كل ما في الموضوع ان احنا لازم نعرف بقى اوبتمايزر
الاوبتمايزر ده هو اللي هيعمل بقى عمليه الليرنينج. فمن جوه اوبتيم دي جوه تورش عندك بقى الاستوكاستيك جريديانت ديسنت. ده جريديانت ديسنت اللي كنا بنتكلم عنه ده محتاج الليرنينج ريت اللي احنا هنمشي في اتجاه عكسه بمقدار قد ايه. فده الليرنينج ريت 0.1 مثلا. طب هو هي اوبتمايز ايه بالظبط؟ هيدور على ايه بالظبط عشان اوبتمايزه؟ هيدور على بارامترز بتاعه الموديل. فموديل دوت بارامترز دي ده هيرجع لك الليست بتاعه الويتس اللي موجوده في النتورك كلها. ده دول اللي انا بدور عليهم، دول اللي عمليه التريننج بتهدف ان هي تغير فيهم. ده الجديد ان احنا هنعرض دلوقتي ايه اوبتمايزر يا شباب. يفضل ان انت قبل ما تعمل اي باكورد تعمل اوبتمايز دوت زيرو جريد. زيرو جريد دي ليه هعملها؟ طيب خلي بالك انت لما بتقول له باك بروباجيت في باي تورش هو بيأكيموليت الجريدينتس. يعني انت حسبت لو دبليو دوت جريد بتساوي حاجه وعملت باك بروباجيت هيحط على الحاجه دي الجريدينتس الجديده وتقول له باك بروباجيت ثاني هيقعد يأكيموليت عليها. لو انت مش عايز تأكيموليت بتقول له زيرو جريد. فانت قبل ما يعني ما تعمل اي باك بروباجيشن تقول له ايه دوت زيرو جريد. فانا بقول له اوبتمايزر دوت زيرو جريد. دخلت الصور اوكي. هنا انا بقول له انت عندك الاوتبوت. ايه علاقه الاوتبوت بالايمجز؟ الموديل دخل عليه الايه الايمجز. كان ممكن نعملها كده على طول موديل دوت ايمجز زي ما عملنا من شويه بس انا بعلمكم طرق مختلفه. بقول لكم دوت فورورد كمان انت تدخل الايمجز فيطلع لك اوتبوت. كومبير الاوتبوت بمين؟ بالليبلز. طب مين اللي هيكمبير الفاريبل اللي اسمه ايه كرايتيريا اللي انا عرفته من شويه؟ اسيت احنا ما سميناهوش كرايتيريا. احنا سميناه ايه؟ سميناه لوس فانكشن. تعال نغير دي غلطه بقى كويس احنا خدنا بالنا. فنسمي دي لوس فانكشن. فلوس فانكشن تاخد الاوتبوت اللي طالع من الليبلز وتحسب لي اللوس وباك بروباجيت اللوس خلاص. برنت الويتس بتاعت اول لاير. اعرض لي الويتس في الاول عامله ازاي تمام وسجلهم لي في حته كده عشان هغيرهم كمان شويه. وانا هنا هدفي اوريكم ان انا بعد ما اعمل تريننج ستيب ان الفاليوز هتتغير. طب اعمل تريننج ستيب ازاي بقى؟ اقول له اوبتمايزر رن. انت دلوقتي اوبتمايزر عندك الجريدينت وعندك الليرنينج ريت. غير لي بقى البارامترز بقى غير لي الويتس. اقول له ده ازاي؟ اقول له اوبتمايزر دوت ستيب اوكي. طب هو عنده الويتس منين؟ عنده الويتس انا حسبت الويتس قبل كده ما قلت له لوست دوت باكورد. فبعد ستيب دي المفروض الويتس بتاعت النتورك تتغير. فانا ايه هبرنت بقى الابديتد ويتس ديت اوكي. والكود اللي تحت ده يا شباب انا ببرنت الويتس بتاعت اول لاير كانت بكام وبقت بكام. فتعالوا كده نرن الايه السيل ديت بس ما تنسوش تغيروا ايه لوس فانكشن دي بدل كرايتيريا يعني. فبصوا كده الانيشال ويتس كانت بالمنظر ده وبعد ما عملت الليرنينج بقوا بالمنظر ده. لو قارنت الرقم الفيكتور طالع ده بالفيكتور الثاني ممكن يهيئ ليك ان هم شبه بعض بس كذلك برضو هو يهيئ ليك ان هم شبه بعض لان انت مش بتبرنت الماتريكس كلها. الماتريكس دي كبيره. طب نعمل ايه بقى؟ احنا ممكن نستعمل الكود اللي تحت ده في ان انا بعمل ايه بقى؟ بشوف اماكن التغيير. اماكن التغيير فين؟ وبمسك ويت بعينه كده اول ويت في النتورك كلها بشوفه اتغير. عمل اول ويت في النتورك كلها اتغير بشوفه اتغير بقى بكام. فمثلا يعني تعالوا نشوف كده نقرا اللي مكتوب معانا. The first change it weight in the first layer كان بكذا كان بالرقم ده اللي هو 0.0321 تمام. والجريدينت كان ب minus 4 e to the power minus 5 والويت ده بعد التغيير بقى ب 0.32111 كذا. سؤال ليكم بقى يا شباب does this make sense؟ يعني اللي طلع ده صح؟ بعد ما ضربنا النتورك كان في ويت بالرقم ده واحنا عندنا ليرنينج ريت 0.1 خلي بالكم. المفروض الويت يبقى بكام؟ المفروض النيو ويت احنا اتفقنا الجريدينت سنت بيعمل ايه يا شباب؟ الجريدينت سنت بيقول النيو ويت اللي هيطلع لنا هنا ده المفروض هو الاولد ويت ماينس الليرنينج ريت. الليرنينج ريت بكام؟ 0.1 في كام؟ في الجريدينت. الجريدينت طلع بالرقم ده يبقى اللي طالع هنا ده 0.32113 5 اللي هو ايه نفس بالظبط الرقم اللي ايه اللي طلع لنا هنا ده. فانا هنا بفيريفاي معاكم ان الدنيا شغاله ايه از اكسبكتد. والبرنتس دي هي برنتس زي اللي كنا بنعملها زمان بالظبط. انا ببرنت اهو زي ما كنا عاملين كده جراد هنا باندكس بس بالاندكس اللي طلع لي من نان زيرو. يعني هنا ما فيش اي حاجه جديده. الكود ده ما فيش اي حاجه جديده. يمكن هنا برضو في حاجه ان انت لو عندك فاريبل جوه باي تورش عايز تطلعه على السي بي يو
تقول له دوت دوت نوت دوت نمباي، فدوت نمباي دي هيطلع لك ايه الفاليو بتاعته، يطلع لك على السي بي يو تقدر تبنتها تقدر تشتغل عليها براحتك. بس لو كان البارامتر ده انت بتريكواير جريدينت بتاعه لازم تقول له ديتاتش الاول قبل ما تقول له ايه، قبل ما تقول له نمباي. خلاص، فهنا بس انا عشان الويتس عايز اطلعها عشان ابنتها، فبقول له ديتاتش وبعدين اقول له ايه، اقول له نمباي. فده كده يفيرفاي الحمد لله ان الستيب دي الستيب التريننج دي حصلت صح. طب احنا مش عايزين ستيب واحده بقى، لا احنا عايزين ناخد اول 64 صوره نعمل عليهم تريننج كلهم، وبعدين ال 64 صوره اللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم، ونعمل تريننج بقى كتير. تعالوا بقى نحط كل المعلومات اللي عملناها دي عشان نترين النيورال نتورك بتاعتنا. فاحنا هنا بنكريت موديل، وده الاوبتمايزر بتاعنا جريدينت سنت، ودي اللوس فانكشن، وعندنا خمسه ايبوكس، كل ايبوك هنشوف التريننج ديتا كلها. طيب الايبوك الاولاني انا هعمل ايه؟ همشي على الترين لودر ده باتش باي باتش. فانت اول فور لوب هترجع لك 64 صوره ولا 64 ليبل بتاعها، هنغير الفيو بتاعها، هنعمل حاجه في الاوبتمايزر هنا، هندخلها هندخل الصور اللي خرجت على النتورك بتاعتنا، هيطلع اوتبوت، الاوتبوت ده هنكومبيره بالليبلز يطلع لنا لوس، هنحسب الجريدينت. عايزين نقول الاوبتمايزر هنا ران وان ستيب، بعد ما ترن وان ستيب خلاص كده انا عملت تريننج بالايه، بالباتش ديت. طب ما تحسب لنا اللوس كده بكام؟ ايتم دي بترجع لك برده الفاليو، يعني انت عندك لوس ده فاريبل تنسور فلو باي تورش فاريبل، انت هنا بترجع مين الفاليو بتاعته. فانا برجعها وباكيوميليتها، فانا كل باتش باكيوميليت اللوس اللي طالع، وفي الاخر بحسب الايه الافرج بتاعه اوفر اول ذا باتشز. لين اوف ترين لودر دي هترجع لك اللينس بتاع الايتريتور ده، يعني هتقول لك الداتا سيت اللي انت عملت لها داونلود دي فيها كام باتش، فايه كانك بتعمل ايه نورماليزيشن، وهتقول بقى خلاص الالس دي عمرها ما تنفذ غير لما الفور لوب دي تخلص، غير لما خلاص الهارد ديسك يخلص، انت خلصت الداتا الموجوده في الهارد ديسك. لما تخلص برنت لي قول لي الافرج باتش تريننج لوس ذيس ايبوك، بعد ما خلصت الايبوك ديت عباره عن ايه الافرج بتاع الايه الرننج لوس ده، تمام. وبعدين لما تبتدي بقى الايبوك الجديده ما تنساش تصفر. فالسؤال ليكم بقى يا شباب، نحط ايه مكان ال 3 دوتس هنا وال 3 دوتس هنا عشان الكود بتاعنا يشتغل؟ ليت مي نو على الشات كده وفكر، لو حد حلها بليز ليت اس نو على الشات، ممكن بابليكلي. فشكرا، شكرا يا ريمون، شكرا يا مروان، انا فرحان جدا بيكم والله. فزيرو جراد طبعا، فاحنا في الاول عايزين محتاجين نصفر الجريدينت، هنقول له ايه زيرو جريدينت عشان لما نيجي نحسب باكورد ما ايه الدنيا ما تاكوميليتش. خلاص، وهنا الستيب الثانيه شكرا جدا يا ريمون، هنقول له ايه ستيب، اعمل تريننج ستيب. خلاص يا شباب، ونرن الكلام دوت بقى، الكلام ده هياخد وقت، الكلام ده هياخد وقت لان احنا بنرن خمسه ايبوكس. وبعد شويه بقى لما نشوف النتورك اللي احنا ضربناها، احنا دلوقتي بنضرب النتورك، هنتستها بقى كمان شويه، هندخلها صوره ونشوف اللي طالع هو 1 ولا 0 واشتغلت حلو ولا لا. فده اللوس بعد اول ايبوك باتنين، المفروض بعد ثاني ايبوك يقل ولا يزيد؟ ليت مي نو على شيء. باشمهندس انا ميرا باشمهندس من الاورجنايزرز، انا بس كنت محتاجه اعرف هو حضرتك قدامك قد ايه كده؟ هو احنا ميرا ابتدينا 2 وربع، واحده 12 وربع صح؟ فالطبيعي هخلص 2 وربع، ده بلان، لو عايزين اخلص قبل كده اتس اوكي. يعني لو مثلا على 2 تحطوا تارجت عشان يعني في ورك شوب بعدها المفروض تشتغل 2، فبس لو حضرتك يعني محتاج وقت قول لي بالظبط امتى. هو انا مش محتاج وقت زياده، انا مش محتاج وقت زياده، انا ابتديت 2 وربع وكنت بلان ساعتين، فطبيعي ان انا كنت على حسب البلان اللي هي ساعتين اللي اتفقنا عليها المفروض اخلص 2 وربع. بس انا عارف طبعا ان مش بذنبنا الايشوز اللي حصلت في الاول ديت، وبالتالي بقى انا هخلص 2 مفيش مشكله، بس هجري بقى هجري شويه. اوكي اوكي ماشي، شكرا جدا يا باشمهندس. شكرا يا امير. فبالظبط يا مروان هو عمال يقل بالظبط زي ما انت قلت، فاللوس عمال بايه عمال بيقل. طب معنى كده ان لو كنا طولنا شويه كان يبقى احسن على فكره، كان الموديل هيتعلم اكتر. بس تعالوا نوقف لحد دلوقتي عشان ايه نحافظ على التريننج تايم. هناء بتقول لي هتبعت لي هتبعت لنا كود، هناء انت معاكوا اللينك بتاع الكود او على جيت هاب اوريدي، فانتوا يعني اي حد عايز الكود او لسه بيجوين من شويه ومش عارف الكود ده احنا بنعمله ده، الكود يا شباب على بعته لكم على الشات. ايفري وان اعملوا ستارنج للريبو ديت بحيث ترجعوا لها في اي وقت، ويو كان يوز ات اوريدي، كريمان عملت لها ستار يعني. تمام، فده الكود يا شباب معاكم اني تايم، والفيديو ده هيبقى اناونسد برده يعني ايه اني تايم. والحتت اللي احنا هنجري فيها عشان وقت عشان الزنقه اللي هم يعني زنقناها شويه عشان الوقت التكنيكال ايشو اللي حصلت في الاول ديت، فالكود ويل دوكيومنتد كمان، يعني وانت بتقرا الكود هو ويل دوكيومنتد، انا كنت كاتب لكم كومنتس في كل حته يعني، فهيبقى مفهوم بالنسبه لكم وكل حاجه جاهزه يعني. تمام،
فاللوس بتقل تمام. تعالوا بقى نتست الموديل دوت، هندخله صوره ونشوف هيحصل ايمج كلاسيفيكيشن ولا لا. فانا بامبورت مات بلوت لاب عشان ارسم، بلود باتش اوف ايمجز ومش عايز منها غير الصوره الاولانيه بس، بقول له ايمجز اوف زيرو وبدخلها على النتورك بتاعتي وبترن اوف الجريدينت بان انا اعمل ايه ويز كده. ويز دي دايما في البايثون لو انت عندك في كلاس بيمبلمنت انتر واكزيت، هي بتنادي الاكزيت وهي خارجه من السكشن. يعني لو انت بتفتح فايل او وعايز يتقفل لوحده بعد كده بتستعمل ويز ديت تمام. فبتقول له دخل الايمج، الايمج بقى ديت تدخلها على الموديل وطلع لي الاوتبوت تمام. انا هنا هدفي مش احسب اللوصل لحاجه، لا انا هاخد الاوتبوت ده احسب الاكسبوننشال بتاعه فعشان اطلع البروبابيلتيز، وهبرنت بقى البروبابيلتيز دي اشوف بقى البروبابيلتيز دي فعلا صح ولا لا، وعشان اعرف هي صح ولا لا كمان هفيجوالايز الايه، هفيجوالايز الايمج يعني. طيب فهنا عندي دي بي اس اللي هو 10 ارقام طالعين. هنا انا بقول له ايه بقى بريدكتد ليبل، فانا بريدكتد ليبل يعني بي اس ده 10 ارقام يا شباب. لو عايز اعرف بقى هو انه واحد في العشرة اعمل ايه، يعني عايز بريدكتد ليبل ده يبقى فيه 0 يبقى فيه 1 يبقى فيه 9 حسب الرقم كان كام، فاكتب ايه مكان الدوتس هنا. ماكس يا ليمون ماكس هتطلع لي الماكسيمم، يعني تقول لي 90% 80%، انا مش عايز 90% و 80%، انا عايز اعرف مكانها. تعمل ايه بقى بالظبط يا ليمون؟ اكسلنت. فاقول له ارج ماكس. هنا ده الحل بتاع ايه اول سؤال هنا، فاقول له ايه ارج ماكس. في دوتس تاني يس الكونفيدنس بقى هنا اقول له ايه يا ليمون؟ دي اللي هقول له ماكس. تعالى كده نبلوت ونشوف. في هنا ايرور، نسينا نقفل الكوز دوت. فهو اول صوره جابها من الهارد ديسك هو بيجيب راندوملي كانت زيرو، والموديل بتاعنا اللي احنا مدربينه مع بعض يا شباب قال عليها زيرو بنسبه 89%. طب لو رننا نفس الكود ده تاني هيجيب صوره مختلفه، خلي بالك. فانت ممكن بقى تقعد ترن الكود ده ايه، وعندكم اللي بيرن معايا دلوقتي هيلاقي صوره مختلفه غير اللي انا رنتها، لان كل واحد شغال على ماشين مختلفه. فالاربعه دي جت 4 90% 99%، ده الموديل بتاعنا الخمسة ايبوكس ده ضرب حلو قوي. 7 هي غلطه دي، ده جاب لك 7 بنسبه 95% بس عشان شبه اشتبع شويه 7 شويه يبقى معذور شويه. فدي بروبلم بتاعت الايمج كلاسيفيكيشن يا شباب. تعالوا كده ايه بقى نروح نستعمل بقى سي ان ان. سي ان ان بقى نستعمل فيها ايه؟ طبعا لو استعملنا السي ان النيورال نتورك بتاعتنا الشالو نيورال نتورك ديت هنسميها مالتي لاير بيرسبتور. لو استعملناها على ايمجز بقى كالرد وعمليه معقده بالمنظر ده دونت اكسبكت ان هي هتجيب ريزلتس عاليه يعني. فبالتالي هنبتدي نستعمل بقى سي ان ان. طب هنترين بقى سي ان ان مع بعض؟ لا بقى ده بيطول جدا، ده ممكن ياخد ايام يعني. فان اوف ذا جراديويشن بروجكت يمكن مش عارف يمكن نيور كوليجز حاضرين معايا في مشروع التخرج بنترين في 7 ايام وكده على جي بي يوز يعني. فخلاص طب نعمل ايه بقى؟ هنجيب مودلز من اللي متدربه اوريدي، يعني ريزنت مثلا نتورك اللي بنتكلم عنها مايكروسوفت دربتها وحاطين الويت، هنداونلود الويت. باي تورش بتسمح لنا بده؟ يس باي تورش بتسمح لنا بده. تعال نروح بقى للسكشن ده، دي هنسميها بري تريند موديل. فهنيجي نقول له ايه بقى من تورش فيجن جيب لنا مودلز. ممكن بقى تقول له داير دوت داير مودلز، دي هتجيب لك كل المودلز الموجوده في ايه، كل المودلز اللي بيسبورتها باي تورش. عندك بقى كل المودلز، لازم برنت بقى برنت داير موديل. اليكس نت ده اليكس ده باحث مشهور جدا في مجال الديب ليرنينج اخترع ده. دينس نت، جوجل نت، في نتوركس كتير قوي انت عايز مين فيهم؟ فانا بقول له مودلز دوت في جي جي 16، دي نتورك فيها 16 لاير اوكسفورد اللي عملتها وعايزها بري تريند، يعني جاب لي الويتس كمان بتاعتها. عشان كده هو تلاقيه عمل لودنج شويه لان كان بيداونلود الويتس من الانترنت، الويتس اللي اوكسفورد حطوها وكده كده باي تورش خطوها حطوها عنده. طب برنت موديل دي بقى برنت لك الايه اللايرز اللي في الموديل. فانت عندك كونفولوشن لاير، بعديها ريليو، بعديها كونفولوشن، بعديها ريليو، بعديها البولينج اللي اتفقنا عليه، وفي الاخر خالص عندك الايه، عندك اللينير دي سايبها لك مفتوحه عشان تحط انت بعدها سوفت ماكس يعني تمام. بس في الاخر خالص عندك كام نيورون في الاوتبوت؟ عندك 1000 نيورون لان هي تريند على الايمج نت بقى. اوكي فخلاص جبنا النتورك وحطينا كمان ترانسفورم، عشان احنا الترانسفورم ده لازم تحطه بالطريقه اللي تميت النت اللي تميت الموديل بتاعك ديورنج تريننج. يعني هم بيدربوه كانوا عاملين الترانسفورم ده، فانا استعملت نفس الترانسفورم بتاعه، كان الانبوت ايمج اللي بيعملها ريسايزنج بالمنظر ده وبيعملها كروبنج من السنتر، وده المين بتاع الار شانل والجرين شانل والار جي بي شانلز، وده الستاندرد ديفيشن بتاع كل شانل. اوكي طب انا جبت ده منين كهشام؟ يعني جبته من الدوكيومنتيشن بتاع بايتورش. بايتورش عنده دوكيومنتيشن اكثر من رائع، ما تخافوش ادخلوا اقروا الحاجات دي، الحاجات دي مكتوبه حلو جدا. طيب جبنا الموديل اللي هو بري تريند ده، هجيب ايمج من الهارد ديسك. فاحنا بنداونلود الايمج من اليو ار ال دوت دبليو جيت، دي بتداونلود من الانترنت. طبعا انت هنا في 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 الكولاب ديت ممكن تنادي باش سكريبتس او سيستم كوماندز،
وبتحط كده اكسكليميشن مارك وتنادي الايه وتنادي السيستم كوماند. فكده انا بداونلود الفايل دوت باوبنه دي صوره دوج بعمل ترانسفورم بحوله الباتش لان يعني بعد ما ترانسفورمه لازم تدخل برضو للموديل بتاعك باتش اوف ايمجز حتى لو هو الباتش فيها ايمج واحده يس هيبقى الدايمنشناليتي واحد بحجم الصوره. طيب موديل دخل لك دخل على الموديل الباتش بتاعتك الباتش فيها صوره واحده بس هي لازم تاخد باتش وطلع لي الاوتبوت. هاخد الاوتبوت دوت انا عايز احسب بقى ايه عايز احسب حاجه اسمها البرسنتج بقى البرسنتج بتاعت البريدكشن اوكي اوت ده يا شباب خلي بالكم هو اوت ده ايه اوت دوت مش سوفت ماكس ده كان النتس اللي طالعه لان لو عملنا برنت هنا كانت اخر حاجه من النتورك كانت عباره عن ايه كانت عباره عن لينير فانكشن مش سوفت ماكس. فانا عايز بقى طيب لو انا عايز احسب البرسنتج عايز احول ده لمين لسوفت ماكس فاكتب هنا ايه يا شباب جوه بقى ان ان جوه فانكشن في اللايرز بتاعتنا فاكتب هنا ايه حد يقدر يخمن فاكتب هنا سوفت ماكس. طب انت عايز تحسب سوفت ماكس لمين بقى بالظبط مين يقول لنا نكتب ايه هنا بالظبط يا ريمون ثانك يو سوفت ماكس اكتب هنا ايه بقى جوه سوفت ماكس هعمل سوفت ماكس لمين للاوتبوت اللي طالع من النتورك. طب هو الاوتبوت اللي طالع من النتورك ده مخزن فين ده الانبوت باتش اندرسكور تي دخل على النتورك طلع مين طلع اوت مش كده فحط بقى ايه انا عايز احسب سوفت ماكس لمين بالظبط اوت بالظبط بالظبط يا ريمون بالظبط يا عيساوي يا عيساوي اوت بس كده ورن الكود دوت ونشوف بقى اللي يحصل. فده دي شكل الصوره اللي داخله ودولت اول اربع كلاسيفيكيشنز حصلوا. امال ايه الكود اللي تحت ده انا حطيت لكم تكست فايل يا شباب على جيت هاب ريبو. التكست فايل ده فيه كل كلاس عباره عن ايه يعني فتحنا كده ريبو في تكست فايل هنا اسمه image net names فبيقول لك النيورون الاولاني في الاوتبوت لاير ده بيطلع لك مين ترينكا تينكا تينكا ده نوع سمك على فكره يعني تقريبا ده كلاس في image net نوع سمك غالبا وكلاس كذا دوج وكلاس كذا كات وكلاس كذا and so on. فاحنا عشان نماب بقى الاوتبوت اللي طلع كبير ده يعني برسنتج ده الاكبر فاليو بتاعته فين فانا بصورت في الاول وعملت الديكشنري من التكست فايل اللي وريته لكم ده وبكويري الديكشنري دوت بالايه بالارج ماكس بتاعه الماكسيمم فاليو اللي طالعه في البرسنتج يعني فطلع لي فعلا ان الموديل بتاعنا بيقول بنسبه 58% على الصوره ديت اللي هي الدوج اللي احنا عملنا لها داونلود من النت ان هي ايه ان هي مش عارف ايه ريتريفر هو ده فعلا صح هو ده فعلا فالموديل بتاعنا فعلا مش احنا عملنا تريننج طبعا بس كان ممكن احنا عارفين ازاي نعمل تريننج اوريدي احنا استعملنا بري تريند موديل وبنسبه 6% هو جولدن ريتريفر وبنسبه اند سو اون دول التوب 5 ايه بريدكشنز. طب هو بيبرنت التوب 5 ليه عشان حاطط 5 هنا بس في الكود يعني لو خليتها تاني هيبرنت لك التوب 10 اند سو اون يعني. طيب فده التوبيك بتاع الايمج كلاسيفيكيشن. التوبيك بقى بتاع الاوبجكت ديتكشن اسهل منه بكتير احنا ما الا هنطبق اللي احنا ايه اتكلمنا فيه دوت. فعندنا ثلاث حاجات هنعملهم الار ان ان ار سي ان ان اللي كنا عنها والفاست ار سي ان ان اللي هي ما هي الا بس بتعمل سيلكتيف سيرش في الاول وفي الاخر هنرن ايه هنرن يولو يعني. فالار سي ان ان تعالوا كده نروح اول سيل ليها اللي هي ران ديتكتور. ببساطه شديده عندك هنا شويه بارامترز انا حطيتهم لك انت هنا بتجنريت كل البوسيبيليتيز بتاعه البوكسز هكروب هنا وكروب هنا وكروب هنا وكروب هنا وكروب هنا وكروب هنا عندك بوسيبيليتيز كتير جدا وترنك واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني وانا تحت هنا بحاول ايه اشوف اكتر يعني بوسيبيليتيز كانت كونفيدنت وفي الاخر ابرنت اكتر بوكس كان كونفيدنت فيهم هو مين والانبوت ايمج اللي انا بدخلها هي الصوره دي كات دوت جي بي جي وانا حاطها لكم برده على الريبو وبعمل لها دبليو جيت من قبل ما ادخلها على النتورك يعني. فهرن كده ونشوف ايه اللي يحصل. طبعا في دوتس هنا تعال نشوف كده اماكن الدوتس ديت عباره عن ايه. طيب انا هنا دي كروبد ايمجز يعني ايمج ديت هي الايمج بتاعه الايه الدوج او الكات. فانا بعمل ايه بشوف والله بجرب كل البوسيبيليتيز بتاعه الويدث والهايت والستارت بوزيشن الستارت بيكسل بكام والويدث والهايت اللي هكروب منه كام ولما باخد البوسيبيليتي دي بعمل الكروبنج فعلا فدي كروبد ايمج تمام. طيب وهضيفها لليستا اسمها ايمجز تو كلاسيفاي. الليسته ديت هي اللي عاملاها كلاسيفيكيشن كمان شويه. هل قبل ما اضيفها للليسته كنت محتاج اعمل لها حاجه؟
يعني عندي صوره قريتها من الهارد ديسك عملت لها كروبينج قبل ما اضيفها بقى للفيكتور للليسته اللي انا عاملها كلاسيفيكيشن يعني كمان شويه دي هدخلها عمود هل محتاج اعمل لها حاجه؟ لا مش محتاج احولها لنمباي ريمول محتاج اعمل ريسايز ماشي عبد الفتاح بيقول بس ريسايز بس ولا كل الترانسفورميشن بايب لاين يا عبد الفتاح كل الترانسفورميشن بايب لاين طب الترانسفورميشن اللي انا كنت معرفه فين اللي انا كنت معرفه فوقين عشان انا كنت عامل ترانسفورم اسمه ترانسفورم تعال بقى نطبق عليها ترانسفورم ده فهكتب هنا ايه يا شباب هكتب ترانسفورم هتعمل بقى ريسايز وهتروح تعمل المين والستاندرد ديفيشن وتظبط لي ايه وتظبط لي كل حاجه تعالوا كده نران طبعا هو بياخد وقت شويه هنا بقى الباتش الواحده فيها اكتر من ايمجز تمام هنا انا بستعمل تي كيو دي ام تي كيو دي ام دي اختصار تقدم دي لايبرري على اسم التقدم باللغه العربيه لو انت عندك فول لوب بتعملها لك كده كبروجرس بار ظريفه جدا فهنا انا بمشي على الباتشز اللي طلعت منين اللي طلعت من الايمجز تو كلاسيفاي دي واجربهم واحد ورا الثاني وايه وريكورد الوينر في كل حاجه والكونفيدنس في كل حاجه فدي الانبوت ايمج وخلاص جرب كل البوسيبل بوكسز يعني تعالوا بقى فيجوالايز التوب بوكس فهنا بس كل ما في موضوعنا بقى امبورت باتشز عشان ارسم بوكس على صوره بس وبريد الايمج فين بريد الايمج هنا ده بريد النيمز عشان اعرف هي الكلاس عباره عن ايه وبرينتو از ا تكست وهنا باسورد عشان اخد التوب سيلكشن مش كده وهنا بقى فيجوالايز البوكس بس ليس الا وبكتب عليه الليبل بقى يعني هل فعلا هينفع بقى كات ففعلا طلع تايجر كات في الايه في الحته دي بس واخدين بالكم الموضوع طول ازاي على فكره كمان البارامترز اللي حطيتها دي بارامترز انا حطيتها مخصوص عشان الورك شوب تايم البارامترز دي المفروض تسمح لك ان انت تاخد كل البوسيبيليتيز يعني انا بقول اقل مثلا ويندو هعمل عليها كروب ب 100 بكسل واكبر واحده ب 200 وانا كده كده بعمل ريسايز للانبوت ايمج ب 400 في 400 والستيب يعني هنط من ويندو للثانيه ب 100 هنط 100 بكسل لا المفروض تنط ب 1 بكسل عشان تجرب كل الايه كل البوسيبيليتيز يعني انت بتجرب بوسيبيليتي دي وبوسيبيليتي دي وبوسيبيليتي دي انما في الكود انا بجرب بوسيبيليتي وبوسيبيليتي دي وبوسيبيليتي دي عشان ما تجيبش بوكسز كتير ومشكله الار سي ان 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 هي ايه بطيئه جدا يا شباب لان انا عندي بوسيبيليتيز كتير وعشان كده فاست ار ان ان بقى بتقلل البوسيبيليتيز دي بان احنا نرن في الاول ايه نرن في الاول سيلكتيف سيرش يقلل عدد الريجن بروبوزلز طيب هو كان في سؤال على الشات من سامي بيقول ايه الديفرنس ما بين الار سي ان ان والار ان ان ار ان ان دي ريكورنت نيورال نتورك بموديل التمبرال ديبندنسز والار سي ان ان ار سي ان ان دي اللي هي ريجن بيسد سي ان ان احنا بنستعمل سي ان ان وعندنا ريجونز بنعملها عشان نعمل ايه اوبجكت ديتكشن طيب الكود بقى بتاع الفاست ار سي ان ان اسهل بكتير جدا كل الاختلاف الوحيد يا شباب تعالوا كده ايه انا في الاول بس بيب انستول سيلكتيف سيرش لان هي باي ديفولت مش موجوده في بايثون وبعدين بعمل لها امبورت طيب وبقى نفس الحكايه ادي الفي جي جي 16 نتورك وادي ترانسفورم وادي التست ايمج بعملها داونلود نفس الحكايه بس انا بعملها كده بالطريقه دي عشان الكود اللي في السكشن ده يبقى اندبندنت عن الكود اللي قبليه يعني مش لازم تران الكود اللي قبليه عشان ده يران ممكن تبتدي على طول ان انت تران السيل ديت على طول فعملنا خلاص الامبورت قرينا الموديل في جي جي قرينا الايمج ونزلنا السلكتيف سيرش وعملنا له امبورت كمان وعملنا برنت للانبوت ايمج طيب عايزين بقى نران الديتكتور كل الاختلاف هيبقى ايه يا شباب ان انا بس البروبوزلز بدل ما كانت بتيجي من اربعه نستد فور لوبس بقت بتيجي من انا بنادي سلكتيف سيرش سلكتيف سيرش وبدي له الايمج وبديله شويه بارامترز بيزد عليها بيحدد عدد الريجنز كتير ولا قليلين طب تعالوا كده نرن الايه الديتكتور على كل الريجنز اللي طلعت ونفيجوالايز الريجنز ديت عباره عن طبعا عندنا ايه عندنا دوتس هنا محتاجين نعملها طيب فهنا هنا يا شباب تورش ستاك ايمجز دي كده بتاخد الباتش ايمجز تحطهم في في في, في باتش فانا عايز ادخل الباتش ايمج على ايه بقى يعني اكتب هنا ما بين الثري دوتس دول ايه انا هاخد الباتش اوف ايمجز بعد ما اتعمل لهم كروبنج وريسايزنج هدخلهم على الموديل فاكتب هنا ايه بقى ليت مي نو على الشات كده بالظبط يا ريمون بالظبط يا احمد حمامه هكتب هنا ايه موديل تعالوا بقى الران ونشوف ايه اللي هيحصل طبعا اسرع بكتير جدا السلكتيف سيرش طلع لي 79 بوكس بس ده انجاز بدل ما طلع مئات الالاف من البوكسز طلع لي 79 بس هم دول ال 79 اللي هجربهم طيب تعالوا بقى نجربهم هو دلوقتي بيجربهم طب هو ليه عامل تو ايتريشنز لان 79 ده فيها تو باتشز طب ليه تو باتشز لان الباتش سايز انا معرفه فوق بكام ب 50 باتش سايز انا معرفه فوق ب 50
طب ليه ما قدرتش اعرفه باكتر من كده؟ لانك لو عرفته اكتر من كده الجي بي يو ميموري هتضرب منك وهيطلع لك ايرور والجهاز اللي انت شغال عليه على جوجل هيهنج ويقول لك ان في كراش حصل وهنريبورت البروبلم وهيريسيت معاك الانفايرمنت. اوكي فاول باتش خلصت عرفنا كده البريدكشن بتاعه معظم البوكسز كده. انا بجرب تاني باتش وتاني باتش خلصت. طب تعالوا بقى ناخد التوب بريدكشن من الباتشز دي ونشوف هي كانت اخبارها ايه. طبعا ده كده اسرع بكتير الفاست ار سي ان ان اسرع بكتير من الار سي ان ان. ليتس كده فيجوالايز البريدكشنز وانا هنا بفيجوالايز التوب 5 كمان. فالتوب 5 هم فيهم حتى تايجر كات وفيهم ايه واي ثينك دي كمان نوعها تايجر كات يعني ده كمان دي مش ايجيبشن كات ولا حاجه دي تايجر كات. ف ات از موست ماتش فاستر ومور اكوريت. الاكيرسي حاجه ما تخافش خالص منها وانت مستعمل ار سي ان ان او فاست ار سي ان ان لان هم دول مالتي ستيج مودلز. بس لو رحنا بقى للسنجل ستيج مودلز زي يولو يولو في كذا فيرجنز فاحنا بنستعمل احدث فيرجن هي فيرجن 3. فيرجن 3 بيحاول يحط كده ايه شويه حاجات تحسن الاكيرسي. يعني يولو فيرجن 1 كان بيديتكت الاوبجكتس كبيره حلو بس صغيرين وحش. فبسبب ايه؟ بسبب ان هو كان متقسم جريد سيلز كتير الانبوت. فقال لك خلاص انا هطلع انبوت على جريد سيلز كتير وانبوت تاني على جريد سيلز متوسطه العدد وانبوت ثالث على جريد سيلز قليله العدد. واخد البريدكشنز اللي طالعه من كل الايه من كل الاوتبوت اللي طالعين دول. معلش انا اسف انا بجري في ديت شويه عشان الزنقه اللي احنا زنقناها في الاول الحق الوقت. انا كنت مبلان ان انا اخد في ده الجزء ده ربع ساعه بس دلوقتي مضطر اخد فيه خمس دقائق. انا مبلان كانت ربع ساعة وانا كنت ماشي عبلان مش بالزنبي بس هاخد فيه خمس دقايق بدل ربع ساعة. فالاوتبوت بتطلع لنا من ايه؟ من اكتر من برانش اكتر من اوتبوت برانش بدل يولو 1. فدي ميزة في يولو فيرجن 3. في ميزة تانية حاجة اسمها الانكور بوكس. يعني بدل ما في نيورون بيبريدكت انا البوكس اللي ديتكتد او الاوبجكت ديتكتد مكانه فين لا هيبريدكت هو متزحزح قد ايه عن الموست بروبابل مكان بيزد على التريننج ديت. شوية فيتشر زي كده تفاصيل بتخلي موديل بتاع يولو فيرجن 3 احسن من فيرجن 1 واحسن من فيرجن 3. طب تعال بقى نستعمل السنجل شوت ده. السنجل شوت ده هيبقى اسرع طبعا. انا بران السي ان ان وان شوت عندي الريجريسورز اللي احنا اتفقنا عليهم في الاول دول موجودين وفي الاخر بيطلع لي كل البريدكشنز ات وانس يعني. فهنا انا بس بداونلود الامبلمنتيشن بتاعت يولو فيرجن 3 اوكي وبانستول الريكويرمنتس وبعديها بران طبعا هنا بيداونلود الويتس بتاعت يولو اوكي. طبعا لو انت بتداونلود على الهارد على الجهاز بتاعك عملها طول جدا بس ده النت بتاع الماشين اللي هي الريموت ماشين. بعد كده هنعمل شويه امبورت اوكي وهيبقى عندنا شويه كونفيجريشنز يعني الويتس اللي نزلت دي نزلت فين والكود بتاع يولو فيرجن 3 بيقرا شويه بارامترز وكوكو نيمز. ايه كوكو ده؟ كوكو دي الداتا سيت بتاعت الاوبجكت ديكشن اللي احنا هنستعملها. احنا مش هنستعمل ايمج نت بقى المره دي هنستعمل كوكو داتا سيت. فهي Object Detection Dataset from Microsoft وفيها 20 فيها 80 Object فيها 80 Object وكل ما هعمله بعد كده هلود اليولو نتورك عن طريق Darknet. Darknet دي حاجة أنا نزلتها فوق وبتاخد الـ Configurations وخلي بقى الموضوع يشتغل على الـ GPU المرة دي بأن أنا أقوله إيه run يعني على الـ GPU. It's a very simple يعني command بتقوله Device equal GPU هو ال وبعديها يعني if torch كوده is available لو ده بتروح انا بقول له الموديل بقى اللي انت جبته من دارك نت ده باي تورش موديل ده دوت كوده يعني معناه حطه على الجي بي يو وابتدي اعمل الايفالويشن كله على الجي بي يو تمام. وبعديها هنلود وان ايمج اوكي هنعمل عليها سام بري بروسيسنج هنخليها من 0 ل 1 عشان يقولوا كان ترند كده مش من 0 ل 255 وبعديها هندخلها على الايه على النتورك بتاعتنا هنقول له ايه ايمج على الموديل وطلع لي الديتكشنز ونو جراد يعني ما تحسبليش جراديانس انا بس بعمل فورورد بس مش عامل تريننج ولا حاجه هو كده كده يولو فيرجن 3 بري تريند اصلا فده عمليه هتسرع عمليه الايه التريننج يعني. طيب تعالوا نرجع كده واخلص لسه. طيب تعالوا نكمل الحته الايه اللي بقى دي وبعدين هفيجوالايز الايه هفيجوالايز البريدكشنز هنشوف بقى بعد ما نفيجوالايز البريدكشن ان البريدكشنز هتبقى كتير جدا وبالتالي بعدها هنعمل نون ماكس سبريشن اوكي ودول التو ثريشولدز اللي احنا هنستعملهم في نون ماكس سبريشن ونشوف بقى الايفكت بتاع البارامترز ديت على ايه على الريزلتس يعني. فزي ما انتم شايفين يعني هي كلها ما فيش اي حاجه جديده يعني هي كلها بس بتبلد على الكونسبتس ثيوريتيكال اللي احنا قلناها في الاول
وشويه باي تورش براكتيكال كونسبتس شرحناها في الايه في الـ في الجزء بتاع الكلاسيفيكيشن اوريدي، يعني ما فيش اي حاجه جديده. فدلوقتي المودلز ار يعني الويتس ار اولموست يعني فينيشد التريننج بتاعها الداونلود بتاعها. وانس ان هي داونلودد يعني 1 ميجا نت في جوجل مش عيب. طيب هو خلص خلاص. فليتس بقى ران الايه الامبورت زي ما اتفقنا. اول بس ما ايه ما يقول لك دن كده تران بقى الامبورت. احنا خلاص 1 مينيت اور 2 مينيتس وهنبقى خلصنا. فهو خلص وعملنا رنينا الامبورت وعملنا كونفيجريشن زي ما اتفقنا. مش حاجه جديده في الكلام ده كله. جبنا الموديل لودنا الويتس وجبنا الليست اوف كلاسز باي ذا واي المره دي لا موجوده في فايل اسمه كوكو دوت نيمز. هتلاقوا جنب ايمج نت دوت نيمز في فايل ثاني اسمه كوكو دوت نيمز هتلاقي 80 كلاسز بتوع ايه كوكو داتا سيت. فبنلود النيمز من كوكو دوت نيمز وبعديها بنلود الايمج وهنرن بقى الايمج دي على موديل. خلاص الديتكشنز طلعت من الايه موديل بتاعنا. خدت بالكم سريع ازاي؟ سريع جدا. طب الشيب بتاع الديتكشنز دي عامل ازاي؟ هو صوره واحده لان هي الباتش صوره واحده. و يس اي ويل شير السلايدز هنا. والصوره الواحده دي مطلعه بريدكشنز بالمنظر ده يا شباب. 10647 ده تفسيره ايه بقى؟ ده تفسيره ان انت عندك 3 outputs طالعين من من النتورك. فعندك 3 الاوتبوت الاولاني فيه 13 في 13 سيل. فعندك 13 في 13 نيورون يعني. والاوتبوت الثاني 26 في 26 عشان يقدر يديكت الاوبجكتس اللي متوسطه في الحجم. والاخير اي ثينك 52 مش متاكد من الرقم بس اي ثينك 52 52. طيب هو كل بقى سيل المفروض تبريدكت ايه؟ كل سيل المفروض تقول لي فيه اوبجكت ولا لا؟ صح؟ فالرقم ده كده يعني ما تحسبه كده هيطلع لك المفروض الرقم ده المفروض ما تحسبه يطلع لك الرقم ده. طب هو كل سيل المفروض تبريدكت لي ايه؟ كل سيل المفروض تبريدكت لي هو فيه اوبجكت ولا لا؟ فعندي نمبر عندي نيورون بيقول لي فيه اوبجكت ولا لا؟ والاكس والواي بتوعه كام؟ البدايه بتاعته كام؟ فعندي تو نمبرز بيحسبوا ده او تو نيورونز بيحسبوا ده. والويتس والهايت بتوعه كام؟ وهو انه كلاس من ال 80؟ فانو كلاس من 80 دي معموله بهوت وير انكودنج عن طريق 80 نيورونز. عندي 80 فده يجيب لك الايه 85. فانت لاي صوره هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك تنسور من الارقام حجمه 10000 في 85 ده اللي طالع. طيب ماشي تعالى كده نفيجواليز بقى الديتكشنز دي. انا عملت لكم الفانكشن اللي هي بتفيجواليز الديتكشنز دي. ما شاء الله شايفين حاجه؟ كل البوكسز البيضاء دي ديتكشنز من كتر البوكسز اللي طالعه مش قادرين نشوف اي حاجه. فنعمل ايه بقى؟ نعمل نون ماكس سبريشن عشان نشيل الايه الاوفرلابد بوكسز ديت. وخلي بالكم هنا برضو انا بحط كل البوكسز ده مش صح. كان المفروض احط كل البوكسز اللي ايه اللي الكونفيدنس بتاعتها اعلى من ثريشولد معين. خلاص فهنا النون ماكس سبريشن زي ما اتفقنا بنحدد الثريشولد اللي هنرمي شويه بريدكشنز من خلاله وبنحدد الاي او يو اللي يحكم على اللي يحكم على الحاجات ايدنتيكال ولا لا لو هي اكبر من الاي او يو دوت. اوكي فتعالوا كده نرن بقى الايه نرن الكود ده. انت ممكن تلعب في السلايد ديت براحتك بعد كده بحيث تشوف الايفكت. فبعد النون ماكس سبريشن لقينا في 1 اوبجكت بس. متخيلين مثلا لو كنا قللنا الرقم ده شويه الاي او ثريشولد ده يعني اني واي انت ممكن لو قللت ده شويه جامد لا خليك كبره جامد وقلل دوت اي ثينك لو الاي يو دوت رقم كبير جدا فانت بتقول له البوكس عشان احسبه دوبلكت مع بوكس ثاني لازم يبقوا تقريبا شبه بعض بالظبط فبتقلل فرصه ان انت تشيل دوبلكتس مش كده؟ وبالتالي المفروض يطلع لك ان الـ ان الـ ان النمبر اوف بوكسز كتير المفروض. اه احنا محتاجين نران السيل اللي قبليها ثاني عشان ديتكشنز اوريدي اوفر رايدد يعني. فتعالوا نرن البوكس السيل دي تاني فبوكسز كتير قوي.
طيب هي anyway الفكره وصلتكم يعني عن طريق ان انا اغير في السوليوشن ديت ممكن يطلع لي بوكسز كتير او صغير حسب سهوله برده الايمج اللي داخله يعني. طب تعالوا بقى نفيجوالايز الاوتبوت ديت. فهو طلع لي اربعه بوكسز اوكي. هنا بس برنت دي فيها مشكله. هو طلع لي اربعه بوكسز خمسه بوكسز 1 2 3 4 5 6 وكلهم كات 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 كات. طب دي حاجه كويسه جدا البريدكشن صح بس النان ماكس ابريشن ما اشتغلش كويس. فانا سؤالي الاخير ليكم قبل ما اسيبكم تنطلقوا، اغير ازاي الثريشولدز دول بحيث اخلي النان ماكس ابريشن يبريدكت دولت از ان هم دوبليكتس؟ انا عايزه بريدكت ان البوكسز ديت دوبليكتس. هل اقلل الثريشولد ده؟ حد متفق اقلل الثريشولد ده؟ بليز ليت مي نو على الشات. increase ولا decrease يا ليمون؟ انا لو انا if I decrease بالظبط يا مروان، if I decrease الثريشولد ده معناه ان انا بقول له لو بس شابطين في بعض يعني هيبقوا دوبليكتس يعني خلاص. فانا ايه if I decrease this I expect ان الايه المفروض يطلع لي 1 بس. فعلا طلع لي واحد بس اللي هو ايه اللي هو كات والبوكس متظبط عليها والمعلومه فاين جرين وسريعه جدا تمام. طيب لو عايز ايفالويت بقى البرفورمانس على التست داتا سيت بتاعت كوكو ممكن تران السيل ديت والسيل ديت وحفاظا على الوقت هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الكيرف ده في الاخر. الكيرف ده هو بيريبورت حاجه اسمها المين افريج بريسيشن. والمين افريج بريسيشن يا شباب هو اللي بنحسب بيه الاكيورسي بتاعت الاوبجكت ديتكتورز اوكي؟ لان في الاخر انت لو اوبجكت ديتكتور يعني ما بيطلعش اوبجكتس خالص. فهل هو كده بريسايز؟ ده كده بريسايز جدا. ده عمره ما بيغلط. لانه ما بيطلعش خالص، عمره ما بيغلط، عمره ما بيقول لي فيه اوبجكت ديتكتد وفي الحقيقه ده غلط، هو بريسايز جدا، لما بيقول لي ما بيغلطش عشان هو ما بيقوليش خالص، مش كده؟ فالبريسيشن حلو جدا لو انت ما بتطلعش حاجه خالص، بس الريكول وحش جدا، انت مش صح ما بتجيبش حاجه اصلا. ولو عملت العكس لو طلع اوبجكتس كتير قوي زي الصوره اللي شفناها فوق اللي كلها ابيض ديت كلها بوكسز بيضاء، فانت كده الريكول عالي جدا، انت بتجيب كل الصح بس انت بتجيب معاه حاجات كتير جدا غلط، وبالتالي الريكول وحش جدا. طب احنا نعيش في انه اكستريم من دول، بنجرب بقى بنحسب البريسيشن ات ديفرنت ريكول فاليوز وفي الاخر نجيب المين افريج بريسيشن اوفر اول الديفرنت ريكول فاليوز دي تمام. فده الكيرف ده بيريبريزنت الافريج بريسيشن اوفر اول ذا كلاسز، والمين افريج بريسيشن او المين اي بي بيريبريزنت المين بتاع الاي بي اوكي او الاريا اندر ذيس كيرف. يعني كل ما بقت كبيره كل ما بقى ده انديكيشن ان الاوبجكت ديتكتور بتاعك شغال افضل. فانا عارف النهارده كان فيه كونتنت كتير جدا بس اتمنى يكون كان البرزنتيشن ورك شوب مفيده ليكم. انا سعيد جدا ان انا اكون معاكم. واف يو هاف اني كويستشنز عندكم كونتاكت بتاعتي ريتش مي اون لينكد ان ريتش مي اون ايميل ثرو ذا اورجنايزرز ثرو جيت هاب اوكي. I will be more than happy to help you giving any advice يعني in the future given ان احنا ما قدرناش ناخد اسئله فممكن ناخد اي اسئله بقى سلوزه ايميل يعني ان شاء الله. فشكرا جزيلا يا شباب. دكتور والله يعني حضرتك احنا اللي شكرا فعلا على الورك شوب دي ويعني وكميه المعلومات اللي الناس تلعب بيها حقيقي يعني شكرا جدا. شكرا ومش شكرا يعني حضرتك كمان بشكل شخصي ويعني فاليو يعني بشكل عام طبعا هي معانا من كل في كل الايفنتات كل اي حاجه حرفيا بنعملها فاليو بتكون دايما معانا فثانك يو. شكرا لكم انتوا عملتوا ده كله وشكرا للشباب الكتير يعني بتشكر على الشات ثانك يو سو ماتش. هو يعني زي ما بقول لكم يعني فعلا شباب يفرح يعني انا سعيد ان انتوا لحد الاخر كنتوا بتجاوبوا الاسئله يعني ده انجاز كبير جدا برافو عليكم يعني ويل دان. وحابب اشكر الاي سي روبوتكس تيم جدا ودايما احنا في فاليو بقى مور ذان هابي تو بروفايد اني هيلب نقدر نساعد بيها للكوميونتي وخصوصا الناس اللي عندها استعداد جميل جدا زيكم يا شباب. فاتمنى لكم النجاح ان شاء الله الباهي في مستقبلكم ان شاء الله. ثانك يو يا دكتور حقيقي ثانك يو. شكرا يا شباب. اوكي باي باي مع السلامه. مع السلامه شباب. دلوقتي هنروح على مايكروسوفت تيمز تاني. دكتور السيشن بتاع الدكتور مينيرفا تمام. اوكي يا جماعه بس قبل ما تمشوا بليز انا حطيت لكم اكسل شيت في الشات دي عشان الاتندنس. المفروض ان انتوا كل التيم ليه نمبر معينه فانتوا هتدخلوا على الشيت وبس هتكتبوا بس ان هو you are presented in the workshop يعني هتفتحوا الشيت تبقوا فاهمين هتعملوا ايه. اوكي
هو احنا هنفتح